مساء الخير واهلا بيكم. حلقه جديده وهنا العاصمه. النهارده يوم الاحد، الحلقه الطويله عندنا فقرتين. الفقره الاولى عن البورصه، طبعا البورصه مرآة الاقتصاد، طبعا بعد خفض سعر الفايده على طول المفروض البورصه تطير. هنشوف بقى ماذا حدث للبورصه المصريه، مدى جاهزيتها لاستقبال طروحات الشركات الحكوميه، ودي هتكون طبعا مع السيد رئيس البورصه الجديد الاستاذ محمد فريد. الفقره الثانية عن الفيتامينات، والحقيقة ان احنا واحنا بنعمل سيرتش كده على المشاكل الطبية، وجدنا انه اهم مشكلة طبية بتواجه المصريين مش امراض بعينها، ولكن نقص الفيتامينات في جسم الانسان. كتير بتسمع انه مثلا ده فلان عنده نقص فيتامين دي، ده فلان عنده نقص فيتامين بي، ده فلان عنده نقص فيتامين اي. ازاي الفيتامينات دي، نقص اي فيتامين منهم ممكن يؤثر على حياة الانسان، على حيويته، على قدرته، على التعامل، على هنكتشف انه الفيتامينات دي جزء مهم جدا من طبعا من التغذية، وجزء مهم جدا من صحة الانسان بشكل عام. ازاي نقدر نصل لجسم متوازن، صحة متوازنة، وغذاء متوازن؟ ده عندنا مجموعة مهمة جدا من الاطباء، استاذ دكتور هاني عارف، استاذ المخ والاعصاب بكلية طب عين شمس، استاذ دكتور محمد ابو الغيط، استاذ التغذية بكلية طب جامعة القاهرة، والاستاذ دكتور اشرف النحال، استاذ جراحة العظام بكلية طب جامعة القاهرة. هنكتشف ان احنا اطفالنا ما بيتعرضوش للشمس كفاية، احنا ما بناكلش الاكل الصح، ما بنتعرضش برضو لاشعة الشمس الصح، عندنا نقص فيتامينات، ونشوف امراض كتيرة جدا موجودة نتيجة ليه؟ نتيجة نقص فيتامينات. وبعدين نقص الفيتامينات ده قد يؤدي ايضا الى نقص مناعة. نقص المناعة دي احنا عارفين هو الكانسر ايه؟ هو الكانسر انه في خلايا بتتحول وبتقدر انها تهجم على الجسم في لحظة معينة نتيجة نقص المناعة. كل ده مرتبط ببعضه، وكل ده في سلسلة واحدة، فهنتكلم مع الأطباء على هذا الأمر بعد فقرة البورصة. خلونا نبدأ الأخبار. والحقيقة أنا وقفت قدام خبر دايما بتابعه، وهو عن النمو السكاني. واحنا اعلنا ان في سياسه سكانيه، صحيح ما شفنا لهاش لسه اي تطبيق على الارض، لكن عندنا امل ان السياسه السكانيه يتم تطبيقها. الارقام بتقول ايه؟ انه بعد 100 يوم من وصولنا ل 96 مليون نسمه، زدنا خلال ال 100 يوم دول نص مليون نسمه. يعني ايه يا جماعه زدنا نص مليون نسمه؟ يعني احنا عندنا 5000 طفل بيتولد في اليوم، يعني عندنا 208 طفل بيتولدوا في الساعة. الأرقام دي أرقام ضخمة، الأرقام دي احنا لسه في معدل نمو 2.5%، 2.4%، 2.5%، دي معدلات تاكل أي تنمية، دي معدلات لا يمكن إنها تستمر بالشكل اللي احنا مستمرين فيه. احنا سمعنا عن والحقيقة وزيرة التخطيط ووزير الصحة الاثنين عرضوا سياسة سكانية، حتى هذه اللحظة لم نرى تفعيل لهذه السياسة. اظن ان السياسة دي يجب ان تكون في اولويات الحكومة، لانه كل تأخير اهو، انا عندي 100 يوم عملوا لي نص مليون نسمة، طبيعي جدا. فانت مهما عملت طرق، ومهما عملنا مشروعات، ومهما عملنا اراضي، ومهما عملنا فرص عمل، انت عندك زيادة سكانية بتلتهم كل معدلات التنمية. هذه الزيادة السكانية لا يمكن أن تستمر. مهم جدا أن احنا نفكر مش بس في تنظيم الأسرة، ولكن كمان نفكر في الشيوخ، في الدعاة، في الأزهر، في الدراما، في كل الوسائل اللي ممكن تغير ثقافة الناس. طول ما احنا عايشين في هذه الثقافة ان العيال عزوة، وانه كل ما تخلف عيال اكتر هيشتغلوا لك في الارض اكتر، او يشتغلوا لك ويجيبوا لك دخل اكتر، هو ده اللي هيودينا في داهية فعلا، ولا يمكن ان احنا نستمر بهذا النظام. مواجهة حاسمة، احنا شفنا برزنتيشنز رائعة، محتاجين نشوف على الارض تفعيل لهذه السياسة السكانية من كل الجهات، ولنبدأها من الأزهر، ولنبدأها من الجهات الدينية، لأنه من هنا عندنا المشكلة. من هنا مش بقول في الأزهر، ولكن من التفكير أنه تنظيم الأسرة حرام وتنظيم الأسرة مكروه، كل ده
بيخلي الناس تفكر بشكل مختلف، وده في النهاية يودينا في سكة 2.5% معدل نمو، وده لا يمكن الاستمرار عليه. أنا عايزة معدل نمو سكاني، يعني أنا عايزة بقى معدل نمو على الأرض عشان أقدر أأكل الـ 2.5% اللي بيزيدوا كل سنة دول، أدهم 3-4 مرات، 3-4 مرات على الأقل، عشان أقدر إن أنا أقضي على الـ 2.5% اللي بيزيدوا لي دول سنويا. إذن 5.5 مليون بني آدم اتولدوا في مصر، عايزين مدارس، عايزين فصول، عايزين هدوم، عايزين سندوتشات، عايزين تموين، عايزين صحة، عايزين تطعيمات. كل ده 500,000 في 100 يوم، يعني 5000 طفل في اليوم، 208 طفل في الساعة. هل نحن قادرون على ذلك؟ أنا بقول لأ، وفي انتظار أن تفعل الحكومة برنامج السياسة أو السياسة السكانية التي أعلنتها، وهي سياسة طموحة جدا، نتمنى أنها بالفعل يتم تفعيلها. النهارده يعني كان في بيان لوزاره الخارجيه بتعلن فيه انها تقبلت يعني مطلب اثيوبيا او مطلب اديس ابابا بتاجيل الاجتماعات الثلاثيه اللي كان مزمع عقدها خلال ايام بشان سد النهضه، ودي الاجتماعات اللي تم الاتفاق عليها بعد القمه الثلاثيه بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الاثيوبي السابق ديسالين والرئيس عمر البشير. سيادة السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية، مساء الخير. يعني ما هو الخبر؟ يعني مصر تقبلت التأجيل بسبب الأوضاع الإثيوبية طبعا. مساء النور. أولا يعني طبعا اخترنا السيد وزير سامح شكري، كان في ميونخ وعاد مساء اليوم والتقى مع وزير خارجية السودان وزير البروفيسور ابراهيم غندور. اخترنا الحقيقه وزير خارجيه السودان هناك بانه اثيوبيا طلبت تاجيل هذا الاجتماع. طبعا نحن نتابع جميعا الاوضاع في اثيوبيا واستقاله رئيس الوزراء وال يعني الجهود الجاريه لتشكيل حكومه جديده هناك، وبالتالي طبعا نحن ندرك الاسباب التي ربما تكون دفعت اثيوبيا الى طلب تاجيل هذا الاجتماع. ولكن في الوقت ذاته طبعا بنؤكد على انه اهميه تنفيذ التكليف الصادر من الرؤساء، لانه قضيه سد النهضه زي ما حضرتك عارفه والجميع يعني قضيه حساسه ومهمه، وهي تهم الشعوب الدول الثلاثه. الرؤساء حينما التقوا في اديس ابابا اكدوا على ان هم هيتعاملوا مع هذه القضيه باعتبار ان احنا شعب واحد ومصلحه واحده تجمع الدول الثلاثه. ومن هنا يعني نتوقع من الاشقاء في اثيوبيا ان يكونوا على درايه كامله بحساسيه هذا الملف للمواطن المصري واهميه ان نمضي قدما في مسار تنفيذ الدراسات المطلوبه لانها متاخره جدا. وبالتالي طيب هذا التاجيل هل هو لصالحنا ولا ضدنا؟ بمعنى انه يعني احنا طبعا يعني نقدر الاوضاع في اثيوبيا، عندهم حاله طوارئ، في رئيس الوزراء استقال، الاوضاع فيها اضطرابات، نقدر نتفهم ده، لكن انا عندي سد مستمر على الارض وبيستمر بناؤه وخزان هيتملي، فانا يعني بنقلق طبعا. والحقيقه ان الاجتماع الثلاثي كان اجتماع مهم جدا، اجتماع القمه، لانه وضع النقاط على الحروف، لكن دلوقتي احنا كل هذا التأجيلات دي لصالحنا ولا ضدنا؟ يعني هو بالطبع اي تأجيل في المسار الاتفاق على الدراسات مش لصالح مصر، لانه بيعطل الدراسات. ولا ننسى ان الاتفاق المبادئ بيؤكد على انه مسألة ملء الخزان يجب ان تتم على ضوء نتائج الدراسات. ولكن يعني استمعنا اليوم من وزير خارجية السودان، هو اشار الى اعتقادي بانه ان شاء الله هذه الاجتماعات لا تتأخر كثيرا. لا ننسى ان القاده حددوا مده شهر ومهله شهر بالزبط للخروج بنتائج او بحلول للنقاط الفنيه الخلافيه. فيعني نحن نؤكد مره اخرى على انه من المهم، يعني هذه المسائل ذات الطبيعه الاستراتيجيه، يعني الدول موقفها معروفه ومحدده، والتواصل هنا بيتم بشكل مؤسسي، وبالتالي مطلوب ان احنا نمضي قدما بعقد الاجتماع في اقرب فرصه ممكنه. سنستمر في التواصل، وسفارتنا في اديس ابابا بتتواصل مع المسؤولين في اثيوبيا ونتواصل مع السودان، املا ان شاء الله في ان يكون التاخير
لا يطول مدته بحيث نصل بالفعل الى التفاهمات المصرية. هل التأجيل كان له موعد؟ التأجيل الى مثلا موعد معين؟ لا الحقيقة لا محدش اخترنا بموعد بديل حتى الان، ولكن تقدير الجانب السوداني انه لن يكون طويلا، ونأمل في ان يكون بالفعل تأخير لمدة طويلة كي نمضي قدما في تنفيذ التكليف الصادر من القادة. سيادة سفير، يعني بما ان حضرتك موجود معانا، مدى دقة المعلومات حول طلب السودان من جماعة الإخوان المقيمين على أرضها من المصريين مغادرة أراضيها، وده بعد الاجتماعات اللي هي ما بين وزراء الخارجية ورؤساء أجهزة المخابرات؟ هو في الحقيقة في المشاورات الثنائية المصرية السودانية أكد لنا وزير خارجية السودان أكثر من مرة على أن الحكومة السودانية أخذت بالفعل قرارات من هذا القبيل، وأكدت على أنها يعني أكدت على أنه لا يوجد عناصر معارضة مصرية في السودان تمارس أي عمل سياسي ضد مصر. هذا ما أكده لنا، ولكن بالتأكيد ربما الأجهزة الأمنية تكون أكثر على علم أكثر أو على دراية أكثر بالتفاصيل من وزارة الخارجية. فبالتالي يعني المعلومات إن هم أبلغوا وأمهلوا جماعة الإخوان من المصريين اللي موجودين على أراضيهم 3 أسابيع للخروج، هل هذه أخبار دقيقة؟ يعني لم نخطر بتفاصيل بهذا الشكل، ولكن بالمبدأ بأنه يعني تم التأكيد على أي عناصر مصرية لا تمارس أعمال يعني معادية للدولة المصرية وللمجتمع المصري من أراضي سودانية، وأنهم أكدوا على هذا في اتصالاتهم، لكن التفاصيل يعني لم نختر كوزارة الخارجية بالتفاصيل في هذا الموضوع. بشكرك شكرا جزيلا سيد سفير احمد ابو زيد المتحدث باسم الخارجيه المصريه. هنروح لقضيه الحقيقه تشغل، احنا بنهتم في المقام الاساسي في هذا البرنامج بالاستثمار وبالاقتصاد وبحال الناس، والجزء الاقتصادي هنا جزء مهم جدا وعضوي يعني في هذا البرنامج. منطقة الألف مصنع دي منطقة بدأ إنشائها في التجمع الثالث في القاهرة الجديدة 2005، وكانت فكرة من أفكار المشروع الرئاسي للرئيس السابق مبارك، وأنهم ينشئوا 1000 مصنع قطع من الأراضي، بنتكلم في من 300 ل 600 متر، بيعت بمبالغ بسيطة 15,000 جنيه بالتقسيط على 4 سنوات، يعني فكرة المصانع الصغيرة والمتوسطة. والحقيقة أنها اتباعت، لكن اللي حصل انه هذه المنطقة لم تزود بخدمات، لا كهرباء ولا صرف ولا مية ولا شبكة الخدمات نفسها، فتحولت الى منطقة مهجورة بعد ما الناس هجرت هذه المنطقة. اعيد مرة اخرى طرح الفكرة في 2014، الرئيس السيسي طلب اعادة احيائها. خلونا نشوف ماذا يحدث في منطقة الألف مصنع، هذه المناطق الصناعية التي لا يجب أن نهجرها ولا يجب أن نتركها، وهي دي اللي محتاجين أن احنا ناخد بالنا منها مرة أخرى لأنها بتشغل ناس. على مساحة شاسعة من عشرات الأفدنة أنشئت منطقة الألف مصنع بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة منذ ما يزيد عن 10 أعوام، إلا أنها قد ولدت مشوهة دون مرافق أو بنية تحتية، وعلى الرغم من التفات الدولة إليها والبدء في معالجتها بتوجيه رئاسي، إلا أن مستثمريها لا زالوا يعانون من قلة كفاءة المنطقة. أرجو من سيادة المحافظ أو سيادة رئيس الوزراء إن هم يبصوا بعين الاعتبار إن المنطقة الصناعية دي ممكن تشيل لها 50,000 عامل. إحنا بعد ما ابتدينا نشتغل لقينا في البنية التحتية في مشاكل، منها الصرف الصناعي. الصرف ابتدى يضرب في مناطق كتير جوه المنطقة الصناعية، دخلوا بتوع الكهرباء برضو عملوا وصلات للكهرباء، هيسفلتوا خلال الأيام اللي جاية، وللأسف الغاز ما دخلش. فاحنا بعد شوية هنحفر تاني وإهدار مال عام تاني علشان نحط الغاز. أنا اللي أقدر أشغله يوميا
هي مكانتين. طبعا دي لو شغلنا مكنه تانية الكهرباء كلها بتفصل في المصنع وبنضطر ان الفازات نغير الفازات وكذا. دي من اهم المشاكل اللي واجهتنا. بتكلم على منتج، المنتج ده لا يصنع في مصر ولا في الشرق الاوسط. احنا عندنا مصانع كتيره للالومنيوم، مصانع للغازات، بوتاجات، ثلاجات، احنا مكملين للصناعه دي. ما بين صناعه الملابس والاغذيه وتشكيل المعادن يعمل اصحاب المصانع وسط تخوفات من تاثر صناعتهم بمشكلات البيروقراطيه كما اطلقوا عليها، وخاصه اصحاب المشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر. بصراحه احنا هنا كمصنعين بنعاني جدا في المنطقه الصناعيه، بالنسبه للخدمات، بالنسبه للمرافق، بالنسبه لكل حاجه، بالنسبه للمتابعه. يعني حتى لو تسنت القوانين، وبصراحه الدوله سنت قوانين على كل الاستثمار الجديد ده ما شاء الله عليه، بس محتاج فعلا يتفعل من اول المسؤول عن الاداره لحد الموظف اللي تحت خالص. تاني حاجه بنعاني منها موضوع البيروقراطيه والاوراق. انا بتعامل مع جهات كتيره جدا، بصراحه مش فاضي، مش عارف انتج ولا اتعامل مع الجهات دي. عندنا مصانع بتنتج خرسانات، بنلاقي المصانع ديت بساعات ما بتلتزمش معانا باشتراطات الامن الصناعي انها تسيب يعني على الصرف الصحي بتاعنا في المدينه، انها توضع حاجات الخرسانات وكده. دي بتسبب سدد كامل. بقى لنا 3 شهور دلوقتي بنعمل محطه كهرباء قدرتها 160 ميجا وات، دي للمنطقه خاصه بالمنطقه الصناعيه فقط. دي هتخلص في نهايه السنه دي. بنطور دلوقتي موقف الاتوبيس بتاعهم، هنضيف لهم مكان تاني، يعني يمكن يكون في 3 خطوط. منطقة الألف مصنع هي نواة صناعية يتم تجهيزها للانطلاق. فعلى الرغم من الاهتمام الحكومي والرئاسي بالألف مصنع، إلا أن أصحاب المصانع في انتظار المزيد من العمل للانطلاق وبقوة نحو مستقبل صناعي مشرق. محمد سلامة، هنا العاصمة. مشاكل المستثمرين لابد من لها من حل، لانه احنا مش عايزين نفتح كل شويه منطقه صناعيه جديده ونواجه بهذه بالكارثه دي، ان مفيش خدمات، انه مفيش كهرباء. صحيح محطه الكهرباء، يعني بنتكلم في منطقه ابتدت 2005، فمحطه الكهرباء هتركب او تبتدي تشتغل اخر 2018، ده الحقيقه مش شيء مشجع خالص للاستثمار. طيب انا معايا الاستاذ اسماعيل زايد، احد المستثمرين في مشروع الالف مصنع. مساء الخير يا استاذ اسماعيل. اهلا، مساء الخير مدام لميس. حضرتك عندك مصنع ايه يا فندم؟ انا عندي مصنع ملابس. اوكي، ايه المشاكل اللي عندك؟ المعروف ان مصانع الملابس انت عارفه انها يعني كثافه عماليه بتبقى فيها. طبعا احنا عشان نجيب عمال كتيره في منطقه زي الالف مصنع لازم يكون عندي وسيله مواصلات متوفره باستمرار، لان انا لما بجيب مواصلات عن طريقي او بمعرفتي دي بتكلفني مبالغ كبيره جدا. العامل بيجي لما يبقى في يوم من الايام الكهرباء تقطع عندي، الدوس ده بتكلفني مبالغ ضخمه. مره قطعت الكهرباء كلفتني كارت مثلا لمكنه تطريز كلفني حوالي 30,000 جنيه. احنا طبعا مصانع صغيره، ما احنا ما نقدرش نتكلف كل التكاليف دي وننتظر لحد ما كل المرافق انها تتظبط معانا. حضرتك شاري المصنع او الارض وبنيت المصنع من امتى يا استاذ؟ لا انا اشتريت من سنتين فقط بغير. اوكي. اشتريت طبعا بسعر اعلى من اللي كان متوفر زمان. واشتريتها من الدوله ولا اشتريت من حد؟ لا من حد. اشتريت من واحد والتاني وكده، فكلفت واخد بمبلغ عالي على اساس اعمل استثمار هناك. كون ان انا اطلع في منطقه زي كده وما الاقيش الخدمات فبتكلفني كتير جدا، لان مصانع الملابس عايزه عماله كتير. طبعا ما اناش واخد 5 أو 6 ورايح. النهارده انا كنت مخطط ان يبقى عندي من 70 ل 100 عامل. فعشان اطلع من 70 ل 100 عامل لازم يبقى في منافسه في الاجور، لازم يبقى في منافسه في ان المنتج بتاعي كويس. النهارده انا بخرج بره المنافسه. ليه؟ لان التكاليف عليا عاليه. يوم ما بقطع الكهرباء بيكلفني في اليوم حوالي 15,000 جنيه. طيب انقطاعات الكهرباء مستمره ولا انقطاعات الكهرباء قليله ولا ايه بالظبط؟ لا هي على فترات، ما اقدرش اقول انها مستمره، هي على فترات الحقيقه. بس لما بتقطع احنا كصغار مستثمرين اليوم بالنسبه لي مكلف. فانت عندك انقطاعات الكهرباء وعندك المواصلات والميه والمواصلات مقدور عليها، ان احنا بنعمل بعض الخزانات ونقدر نتغلب عليها شويه. حجم استثمارك قد ايه يا استاذ اسماعيل؟ انا المفترض ان انا بعمل حوالي بنتج في اليوم حوالي 25,000 قطعه. دول يعني اجمالي المنتج بتاعي بعمل حوالي 500,000 جنيه في الشهر.
فمفترض ان هو يعني متوقع ان هو يوصل لمليون جنيه في الشهر لو العماله كلها توفرت ولو بقى المناخ جيد. ان انا وما عندكوش مواصلات خالص يعني ما فيش اي مواصلات على الاطلاق قريبه حتى من المنطقه؟ لا هو في مواصلات، هو في من يعني خطوط اتوبيس، بس مش كافيه يكون يبقى في خطين او ثلاث اتوبيسات. وعشان نيجي للمنطقه الصناعيه العامل بياخد حوالي ساعه او ساعه ونص ساعتين من المناطق دي، فطبعا بيكون تعب. لازم انا اوفر له وسيله مواصلات قريبه، لازم اوفر له وسيله مواصلات التقاطع فيها مسافاته صغيره، يعني كل نص ساعه كل ربع ساعه. انا شايفه كمان المنطقه يعني مهدمه كده ومش ممهد. والله يا فندم كل ما يبقى بيجهزوا حاجه تيجي حاجه تانية. يعني من فتره جم عملوا خطوط الحريق، وبعد ما اتقفلت الخطوط الحريق عملوا خطوط التليفونات. بعد خطوط التليفونات هم بيفتكروا بس يا استاذ اسماعيل، هم بيفتكروا فجاه يعني كل وزاره تيجي تقول لك اوبس احنا ما عملناش خطوط كذا، احنا هنعمل خطوط الغاز، احنا هنعمل خطوط كذا. ما يا فندم انا المفروض ان اطلع الاقي منطقه مرفقه جاهزه علشان اقدر انا، احنا دي مصانع استثمارات صغيره مش ان انا مصانع استثمارات كبيره، واسمه تصنيع مش اسمه سكني استحمل مره ولا اثنين. ده انا بدفع يوميا فلوس علشان اخد عماله واطلع واروح اشتغل، وبعدين الاقي بالمنظر بتاعي ان ما في مجاري ضربه وفي ميه مقطوعه وفي كهرباء مش منتظمه وفي كل دي تكاليف على صناعات صغيره. حضرتك كل المبالغ دي بتخرجني بره المنافسه. انا لما انافس في منتج معين بروح انا اتكلف التكاليف دي كلها، غير لما يكون في اماكن مستقره والعماله عنده متوفره والمواصلات عنده متوفره والكهرباء متاحه، اكيد منتجه هيكون ارخص مني. شكرا يا استاذ اسماعيل. طبعا التجربه بتاعت الاستاذ اسماعيل هو اشترى من حد، لانه كمان من المشاكل اللي حصلت ان ناس كتيره خدت الارض وزي ما بيقولوا سقعتها وباعتها بعد كده، يعني ما بنتش عليها مصانع وباعتها لمستثمرين اخرين بسعر اغلى، فدي برضو عيب هنا بقى يقع على المستثمرين او اللي اشتروا الارض في الاول. استاذ عمرو الاباني احد المستثمرين ايضا، مساء الخير يا استاذ عمرو. مساء الخير، ازيك يا مدام دمير؟ اهلا بيك. حضرتك عندك مصنع ايه؟ حضرتك احنا نجار موبيليا. اوكي، وايه مشاكلك؟ بقالك قد ايه موجود في الالف مصنع؟ والله انا ابتديت فعليا من 6 شهور. برضه انت شاري من حد؟ لا حضرتك انا مالك اصيل. من الاول؟ من الاول بس طبعا يعني انا مش عايز اقول لك انا عاصرت المنطقه من بدايتها. انا حجزت في 2004 قعدت ادور على المنطقه عشان اشوفها. 2009 ما فيش حاجة، 2010 ما فيش حاجة، بدأت يبقى في شوية مدقات. طبعا أنا مهندس أصلا فبنيت المصنع بنفسي. لقيت مشاكل في المرافق في الأصل، وده ناتج إنه يمكن كان في فترة فعلا مش جيدة أدت إلى إن سواء كهرباء أو صرف صحي أو إلى آخره. كل الكلام ده بنعاني منه دلوقتي لأن بدأت المصانع تشتغل تقريبا نص، ودخلنا في نص المصانع بتشتغل. بقى في عندي انسداد حصل من 3 اسابيع، لقيت البيار عندي في الدروم فيها خرير ميه، استغربت فتحت غرفه التفتيش اللي قصادي. يعني انا مش عايز ادخل في مشاكل بس وجدت ان الشبكه كلها مليئه ولا يوجد صرف ومنغلق بسبب قطر الماسوره اللي جاي في الاند بتاع في منطقه تطور. قطر ماسوره الحكومه يعني ماسوره الصرف. ايوه بالظبط بتاعت الصرف حضرتك. وهم بيعللوا ان احنا بنرمي المباني بيرموا مش عارف ايه ولا فين، هم مش عارفين ان هم بيبنوها لمنطقه فيها عدد كبير من المصانع وبالتالي لازم القطر يبقى كبير. والله يا فندم بصي احنا انا يمكن كامر في بزنس التصنيع بقالي يعني مثلا عقدت العزم في 2015 بعد ما لقيت توجهات الدوله، وهو جود انفستمنت طبعا انا بلا شك، وبالعكس يمكن ابتديت قلت لا ده البشاير حلوه بس المجهود بيبقى ضخم وصعب وعظيم، بس حاجه حلوه ان انا عايز اقول لحضرتك مثلا كنت بدردش مع بتوع الكهرباء عشان كانوا بيحاسبونا ان احنا محل تجاري، فبقول له حضرتك انت لو تلاقي طعم انك بتوظف عندك 20 فرد او 30 فرد عشان تنتج في شهر 50 اوضه مطلوبه منك في مكان فتنتجهم، وتلاقي واحد ممكن من الصناعيه دول يعمل لك حاجه وحشه او صناعه وحشه وانت تتحمل وتصلح او يسرقك او يبوظ لك، لكن في الاخر المردود اللي بتلاقيه انك بتفتح بيت واحد. طبعا اكيد. طب حضرتك بتشغل كام واحد يا استاذ عمرو؟ والله انا طبعا في فترات حسب الاعمال، انا لسه زي ما قلت لحضرتك لسه بادئ، فكان في عندي في المصنع في فتره من الفترات حوالي
حوالي 20 فرد. عشان كده بتسمى الصناعات الصغيره هي كثيفه العماله، وانا سيبها لك نسبه بسيطه غريبه بسيطه. احنا مصنعنا كل الادوار حوالي 700 متر، لما نقسمها على 20 فرد يعني 35 متر للفرد. المصانع الكبيره بتبقى كل فرد معاه 500 متر بيلعب فيها. طيب فحضرتك مشاكلك الاساسيه ايه في المنطقه؟ حاليا يعني احنا بعد المنطقه ما كانت كان في 30/7/2015 مهيده الطرق بالاسفلت. حاليا بقت يعني لازم اخد مطب واثنين والعربيات تتكسر وما اعرفش غير ممتلئه غير ممهده. الصرف الصحي فيه مشاكل. ايوه حضرتك طبعا لو جينا الشق بقى اللي هو برضو الورقي، احنا الاوراق يعني انا كنت بشتغل ورق لحد ما خلصت الورق ابتديت تصنيع، مش فاضي اروح للورق. الورق ما بيسيبوناش يا جماعه، ادونا ان احنا نشتغل ما تتعبوناش. لا في تعب، في واحد يجي يقول لك انا ضريبة عقاريه، انا مش عارف ايه، انا ايه انا ايه. طب انتوا يا جماعه انتوا عايزيننا ننتج ولا بتحفزونا عشان ننتج ولا بتثبتونا؟ ما انا المشروع بتاعي انا ببص في خلال دوره ماليه اولى هل هنجح ولا هفشل، وانا نيو كومر في بيزنس التصنيع. طيب لازم انجح عشان احس ان انا تعود بدوله صحيح. اكيد. شكرا يا استاذ عمرو. استاذ عمرو الاباني معانا، استاذ عفت عبد الهادي برضو مستثمر في الالف مصنع. استاذ عفت مساء الخير. مين معانا يا جماعه؟ انا مش سامع. استاذ عفت. ايوه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. برضو حضرتك مستثمر بقالك قد ايه وايه المصنع اللي عندك؟ انا مصنعي منتجات جلديه. اوكي. جلود يعني شنط، وبقالي لي سنتين تقريبا من 2016 شغال. يعني ايه مشاكلك بقى في الالف؟ مشاكلي نمره واحد المواصلات. يعني وسائل المواصلات يعني برضو ما هياش بالكفاءه العاليه. ودي ما بتسهلش مرواح ومجي العمال يعني. نمره اتنين برضو موضوع الكهرباء، الكهرباء مش مستقره، بتقطع كتير يعني برضو يعني، وبيحصل فيها مشاكل بالنسبه للماكينات، واحيانا بتحرق مواتير. برضو مشكله الميه فيها مشكله رهيبه جدا، ما بتجيش كتير الميه، يعني الميه ممكن تبقى مثلا شغاله 5-6 ساعات وطول اليوم مقطوعه. ضيف كده لحضرتك برضو، حضرتك سامعاني معايا؟ سامعاك يا فندم، اتفضل. برضو ضيف كده طبعا، البنيه التحتيه بالنسبه للصرف ما هوش مش حلو قوي، بالنسبه للطرق برضو سيئه جدا. بس دي المشاكل الموجوده طبعا. وضيف على حضرتك بقى المشاكل الورقيه والجري بقى على الهيئه وعلى والتراخيص، دي طبعا مشكله كبيره جدا جدا بتقابلنا يعني. طيب بس اهم حاجه يعني، الحاجه المهمه جدا جدا بالنسبه لنا احنا والاساسيه هي وسائل المواصلات والكهرباء والميه، لان دول ثلاث عناصر اساسيين جدا لنجاح اي منطقه. عشان تنجح لابد الثلاثه دول تبقى كفايتهم عاليه يعني. طيب يعني خليك معايا يا استاذ عفت، انا معايا الاستاذ احمد عبد الرازق رئيس هيئه التنميه الصناعيه. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. مساء الخير يا باشمهندس. يعني حضرتك اكيد سمعت الناس المستثمرين ويمكن شفت التقرير، احنا بنتكلم في مشاكل اساسيه منها الكهرباء، الميه، المواصلات، كل الناس بتشتكي من المواصلات، شكل المنطقه اللي كله زي ما احنا شايفين يعني محفر وحالته صعبه جدا، بالاضافه للمشاكل البيروقراطيه الورقيه. ماذا سنفعل في منطقه الالف مسكن؟ مساء الخير يا فندم. الملف منطقه الالف مصنع الهيئه شغاله عليها بقالها اكتر من سنه. مشكله المنطقه دي الاساسيه كانت انها لم تكتمل بكفاءة من أول يوم. كان في عدد كبير جدا من المصانع اللي ما اشتغلش أو الفاضي ما اتبناش. الهيئة اشتغلت مع كل الناس اللي هم عندهم أراضي في الألف مصنع علشان تدفعهم بأن هم يشتغلوا، ومع بعض الإجراءات اللي كانت فيها إجراءات سحب بعض القطع التي لم تثبت جدية من سنين طويلة على الأرض، فابتدت فعلا الحمد لله تشتغل بكفاءة. على المحور الثاني كان لازم ننسق مع الجهات المختلفة، منها جهاز المدينة، منها شركة الكهرباء وشركة المية، لسرعة توفير المرافق الأساسية اللي محتاجاها المصانع دي، وتم إنجاز جزء كبير منها وبقية الخطة شغالة بتتنفذ. طب خلينا بقى نرد على كل حاجة. واحد، الكهرباء، أنا معلوماتي إن في فعلا محطة كهرباء هتفتح في نهاية هذا العام طبقا للي قيل في التقرير. بالظبط يا فندم، تم الأول تحويل جزء من الجهد بتاع المنطقة اللي جنبيها عليها علشان
يقدر يشيل الجهد اللي موجود. والمحطة بإذن الله تكتمل آخر السنة دي، محطة حولان جديدة علشان تخدم المنطقة بكفاءة تامة. بس طول السنة احنا بنتكلم فيه لسه انقطاعات الكهرباء هتستمر، لانه هما بيشتكوا ان انقطاعات الكهرباء بتكلف انه في مكان كله بيبوظ. مؤكد يا فندم، احنا ما نقدرش ننكر ان استمرارية الكهرباء اساسية لاي مصنع بينتج، ما ينفعش نتقطع عنه الكهرباء. ولذلك احنا بنشتغل مع وزارة الكهرباء وجهاز المدينة، وبنحاول ان احنا نضغط بشتى السبل علشان نقدر نوفر لهم الطاقات المطلوبة في اسرع وقت ان شاء الله. طيب فده الكهرباء. المواصلات، الناس بتشتكي من موضوع المواصلات، كل المصانع اشتكت من فكرة ان ما عندناش مواصلات توصل العمال. فعلا ما كانش فيه مواصلات، بس برضو بالاتصال مع محافظة القاهرة وفرت عدد من الخطوط بتوصل لهناك، قد تكون محتاجة زيادة. مش كفاية وعايزين خطوط اقرب. متفق مع حضرتك، وباذن الله المحافظه باذن الله في الوقت القريب توفر عدد خطوط اكثر. هل انتوا كلمتوا المحافظه علشان خطوط اكثر؟ يا فندم تم التواصل مع المحافظه وطلبنا برضو عدد اكبر من الخطوط لخدمه المنطقه. الصرف الصحي والميه، جهاز مدينه القاهره الجديده برضو شغالين معاه علشان يحاول ان هو يخلص بسرعه اي حاجه ناقصه في شبكه الميه وشبكه الصرف. المشكله يعني امتى يا فندم القصه دي؟ الحمد لله. يعني امتى باذن الله؟ في خلال 2018 المفروض المنطقه تكون شغاله بكفاءه باذن الله. يعني ايه خلال 2018؟ اديني ميعاد. على حسب يا فندم الجهات. لا امال انتوا هيئه التنميه الصناعيه انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا لازم تبقوا على نفس الجهات، ما ينفعش. بالظبط يا فندم. ما هو احنا اي رساله بنديها للاستثمار. اتفضل. انا متفق مع حضرتك، احنا بنتفق مع كل الجهات علشان ايوه. يعني احنا دلوقتي فبراير في اسرع وقت. فبراير 2018 حضرتك متوقع امتى هذه المنطقه؟ يعني مثلا لو الرئيس السيسي قرر فجاه انه يزور المنطقه دي، عارفه انها يعني هتبقى جاهزه خلال شهر مثلا من الزمن، لكن انا عايزه احنا محتاجين مش كل حاجه انه مثلا يبقى فيه زياره مهمه، محتاجين نخدم الناس دي. فاحنا في فبراير امتى حضرتك شايف انه هذه المنطقه ستكون جاهزه الناس تشتغل بشكل محترم، مفيش انقطاعات كهرباء، مفيش في مشكله المياه، مشكله الصرف اتحلت، ومشكله المواصلات؟ لو هيئه التنميه الصناعيه هي اللي بتقوم بتنفيذ كل الكلام ده كنت هقدر التزم مع حضرتك بميعاد، انما هيئه التنميه الصناعيه بتشتغل مع جميع الجهات علشان تدفع بالتنفيذ في اسرع وقت ممكن. احنا مش سايبين المنطقه الصناعيه في الف مصنع، ومش سايبين المناطق الصناعيه كمان في بقيه الجمهوريه، مش بس المنطقه الصناعيه في الف مصنع. ولكن احنا بنحاول بكل جهد مع جميع الجهات المسؤوله عن هذه المناطق الصناعيه ان احنا نحل المشاكل اللي موجوده على الارض. طب المشاكل الورقيه بقى لها سنين حضرتك. المشاكل الورقيه يا فندم بالنسبه لرخصه التشغيل بتاعه المصانع ما بقاش فيها مشكله دلوقتي يا فندم اطلاقا. مع قانون تبسيط اجراءات التراخيص الصناعيه النهارده الرخصه بتطلع في خلال اسبوع. بس بيجي لهم مليون حد في مليون يعني واضح ان عندهم مشاكل ورقيه كتيره، الناس بتشكو يعني. لا يا فندم، هيئه التنميه الصناعيه من ساعه ما صدر القانون بقت هي المسؤولة الوحيدة عن تراخيص جميع المصانع في جمهورية مصر العربية. فما فيش جهة تانية هتخش بالنسبة له تراقب عليه أو تفتش عليه الهيئة التنمية الصناعية. أستاذ عفت، يعني عندكم مشاكل ورقية في إيه يا فندم؟ أنا بالنسبة لي أنا شخصيا الحمد لله يعني بنسبة 90% خلصت يعني. بس أنا ما بتكلمش عن نفسي، أنا بتكلم عن مشاكل ورقية في إيه للناس التانية؟ اللي بالنسبه مثلا للرخصه نفسها بتبقى صعبه جدا، بالنسبه كان في حق التنازل يعني كانت حاجات مشاكل كبيره جدا حتى بعد القانون الجديد، قانون التراخيص الصناعيه. وانا حضرتك بقى مش متابع بعد القانون الجديد، لان الدكتور حسين هشام لو مع حضرتك هيوضح لك المساله دي اكتر يعني. لا لكن هو كان في بعد معاناه رهيبه جدا جدا، انا واحد من الناس يعني بنسبه 90% اعتبر بفضل الله خلصت يعني. لكن هي المشاكل صعبه والوقت وبتاخد وقت طويل جدا جدا علشان حضرتك تبتدي تاخدي اجراء ورا اجراء ورا اجراء، وبعدين كذا جهه بتتعاملي معاها وكذا طريقه وكذا مستند، فبتبقى فيها لفه جامده جدا يعني. يعني فكره الشباك الواحد لو كانت اتطبقت
اعتقد انها كانت حلت ازمه كبيره جدا. باشمهندس احمد، يعني حضرتك بتقولي ان طبقا للقانون الجديد انه الهيئه التنميه الصناعيه هي المسؤوله، يعني هي اي يعني اي صاحب مصنع جديد عشان يرخص مصنعه ويروح لكم وانتم تخلصوا. ولو ما خلصتش يجي لي انا شخصيا، لان احنا بالقانون الجديد ملتزمين بان احنا نسلم الرخصه للمصنع في خلال 7 ايام من تقديمه للاوراق. لو ومفيش جهه تانية بيروح لها، احنا بنقوم بعمل جميع الجهات. هو فعلا سنجل ويندو او شباك واحد بيتعامل معه وهو هيئه التنميه الصناعيه، بس شباك واحد بس في الرخص، مش في انه يبقى عندي يعني واضح انه شباك واحد فقط في الترخيص، لكن في الحاجات التانية اللي هو المرافق والمش كل ده مش شباك واحد بقى. ما هنا معلش في فرق، لان في جهه ولايه على الارض وهي صاحبة الارض مشكلة. وهي هيئه بالظبط يا فندم، هي دي مشكله. طب هي دي مشكله بالظبط يا فندم. انا بشكرك استاذ عفت عبد الهادي احد مستثمري مشروع الالف مصنع، والمهندس احمد عبد الرازق رئيس هيئه التنميه الصناعيه. من هذا الحوار لسه عندنا مشكله، يعني الكلام انه الامور اتحلت، المشاكل اتحلت، روح بس واعمل مصنع، لا، من الحوار ده احنا عندنا مشكله. هيئه التنميه الصناعيه فقط مخوله هي اللي هي الشباك واحد فقط في موضوع التراخيص، وعلى فكره ده حل مشاكل كتيره جدا، والقانون الجديد قانون عظيم، ونتمنى ان يكون فعلا، وانا سمعت من مصنعين انه فعلا بيسهل الامور والموضوع سهل بالنسبه لفكره الترخيص، ودي كانت صعبه. لكن اي حاجه تانية بقى، خدمات، مرافق، طرق، مواصلات، ليس للتنميه الصناعيه سوى ان تطلب وتنسق. فانا عندي مشكله، انا هنا المستثمر والمصنع بيشتغل مع 700,000 جهة أخرى، يعني هي الفكرة مش بس إنه بيشتغل وعنده مصايب وعنده بيفكر في عمال وبيفكر في تأمينات وبيفكر في كذا وبيفكر في كذا وإنتاج وكل الكلام ده، لا، هي المشكلة الأكبر إن هو كمان عنده 1,000,000 جهة بيتعامل معاها. هنا لو إحنا عايزين استثمار مش دي الطريقة، هنا لو عايزين الصناعة تبقى الصناعة مسؤولة، هيئة التنمية الصناعية تبقى مسؤولة انها توفر كل الاجزاء دي وكل المرافق دي، وتبقى هي مسؤولة انه هذه المنطقة تكون مرفقة. لكن اللي احنا شايفينه ده بصراحة يعني يدعو للعجب. نتمنى احنا نتابع موضوع الالف مصنع، يعني واضح انه 2018، ما نعرفش بقى في نصه الاولاني ولا نصه التاني هتكون هذه القضية. طيب خلونا نشوف التقرير ده الاسبوع الجاي. طيب معي على الهاتف، طيب قبل ما ناخد تقرير، دكتور طارق توفيق نائب وزير الصحه. دكتور طارق مساء الخير. تمام يا فندم، ازي حضرتك؟ اخبار استراتيجيه السكان ايه يا دكتور؟ والله شغالين الحمد لله رب العالمين، احنا بنحاول يعني ربنا يسهل. ايوه شغالين ايه يعني؟ ايه اللي حصل بعد عرضها على السيد الرئيس؟ ايه خطوات التنفيذ دلوقتي؟ لا في حاجات كتير شغالين فيها، في حملات على مستوى القرى والمراكز تنظيم الاسره والتوعيه المجتمعيه، في حاجات بنعملها، مشاريع صغيره تنمويه على مستوى المحافظات، يعني معظم الخطوات احنا شغالين فيها واحده واحده لغايه لما ان شاء الله نحقق الحاجة. ايوه هل ابتدت الخطوات دي ولا لسه؟ ابتدينا طبعا. لا ابتدينا طبعا، ابتدينا، يمكن كان اول حاجه كان موجوده في السواج، وبعدين رحنا هنا ورحنا بني سويف، وبكره رايحين المنيا، رحنا كل يوم في محافظه. بتعملوا ايه يعني؟ بص حضرتك دلوقتي في حملات، الحملات دي موجوده عشان تنظيم الاسره بدايه اول حاجه، وعشان المراكز اللي هي موجوده فيها تنظيم اسره تتم الجوده، تتم خدمه جوده عاليه، ونشوف ايه الحاجات اللي ناقصه ونحاول يعني نعوضها، زي لو كان مفيش دكاتره مثلا، مفيش تدريب، الحاجات دي كلها بنحاول نعملها. حاجة تانية في نوع من انواع التأهيل الكوادر المجتمعية الموجودة عشان التوعية. الحاجة التالتة في ماس ميديا كامبين هتتعمل ان شاء الله قريب قوي عشان موضوع السكان، تنظيم الأسرة والكلام ده. طيب يعني أتمنى بالإضافة للأنشطة التانية زي الأمية، في حاجات ليها علاقة بالأمية، حاجات ليها علاقة بتمكين المرأة، الحاجات دي كلها برضه شغالين. طب يعني اتمنى الميزانيه اللي انتم مخصصينها للبرنامج ده قد ايه يا دكتور؟ والله حضرتك هي معتمده على ميزانيه طبعا هو قطاع الصحه ليها الميزانيه بتاعتها،
وكل وزاره ليها الميزانيه بتاعتها لغايه دلوقتي، لكن احنا ان شاء الله باذن الله تعالى في القريب العاجل هيبقى في برنامج على مستوى مصر كلها، وده هيبقى فيه يعني نوع من انواع التنسيق بين كل الجهات عشان يبقى فيه هدف واحد لكل الناس. امتى بقى القريب العاجل ده يا دكتور؟ ده قريب قوي، قريب قوي يعني. ايوه يعني اللي هو امتى؟ لان هو الخطه دي اتعرضت على الرئيس اعتقد من اكتر من شهر. بص يا حبيبي، شهرين مثلا، كانت خطه طموحه جدا. احنا شغالين في الجزء بتاع اللي له علاقه بالصحه وتنظيم الاسره والوعي المجتمعي. الجهات الثانيه شغالين برضه في نفس الموضوع وبالتنسيق معانا، لكن احنا كنا عايزين امبريلا يعني حاجه كبيره تشيل الموضوع ده كله، فربنا يسهل ان شاء الله يبقى فيه. فايه الامبريلا اللي هتشيل بقى كده؟ هيبقى فيه مثلا، هيبقى فيه بورد، يعني زي بورد كده موجود على مستوى الوزراء وهم يبقوا معنيين بالامر ان شاء الله. طيب نتمنى يعني السرعه، لانه حضرتك عارف احنا كل يعني يوم عندنا 5000 طفل بيتولدوا، كل 100 يوم عندنا نص مليون، فكل ما بنتاخر الموضوع يعني مش، ما انت عارف المصريين معدل النمو عندنا عالي جدا، فلابد ان نسارع ونبتدي نتعامل مع هذه القضيه. شكرا دكتور طارق توفيق نائب وزير الصحه. لا تعليق. ناخد موضوع القضاء. طيب اللجنة التشريعية في خلاف في قضية الكفالات. الحقيقة انه عندنا مشكلة ما بين البرلمان وبين نادي القضاء. اللجنة التشريعية في تعديلها للقانون، قانون الإجراءات الجنائية، وافقت على تعديل للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية يخصص نصف الكفالة، كفالة إخلاء السبيل أو التصالح، نصها لصندوق رعاية القضاة. يعني لما حد يجي يدفع، اتحبس مثلا احتياطي، فحد يجي يدفع كفالة، ف الكفالة دي تبقى نصها يروح لصندوق رعاية القضاة. طيب في يمكن منطق عند اللجنة التشريعية في مجلس النواب، ولكن الصندوق ده محتاج وان القضاة محتاجين رعاية وما الى ذلك. العظيم في الموضوع ده طبعا ده تعديل تشوبه كل الشبهات، يعني اي حد ابتدائي كده في سنة اولى قانون او حتى بيبص على حاجة كده عادي يقول لك ده شبهات يا جماعة. يعني ازاي يعني ازاي انا ادفع الكفاله فنصها يروح للقضاء؟ ده ما فيهوش اي لا عدل ولا قانون ولا اي حاجه. المهم راح طبعا نادي القضاء محترم يعني، وانا بحترم جدا البيان اللي اصدره نادي القضاء والكلام اللي قالوا برغم حاجه صندوق النادي وصندوق القضاء لهذه المعونات او هذه الاموال، الا انه بيشوبها شائبه، وانها يعني الحقيقه بتثير الشكوك عند العامه. وقال انه ارجوكم ان تحفظوا للقضاء حقوقهم الماليه المشروعه الثابته بما لا ينال من هيبه القضاء وكرامته، وانه مثل هذا النص يضع بصياغته الحاليه القضاء المصري في مواطن الشبهات. بحترم جدا نادي القضاء، بحييهم على هذا الموقف اللي هو يعني اي هيئه ممكن تقول لك الله فلوس جايه لنا، لكن هم بشكل محترم رفضوا هذه الاموال. ف اخر تطور في هذا الامر ان المجلس الاعلى للقضاء علق على خطاب نادي القضاء وقال ان هو الوحيد المنوط به ان يتحدث باسم قضاة مصر. ما علينا، ده خلاف قضائي، خلينا في الخلاف التشريعي القضائي. سياده النائب احمد حلمي الشريف وكيل اللجنه التشريعيه بمجلس النواب. سياده النائب مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اهلا بك. يعني سمعت راي نادي القضاء بان هذا التعديل يثير الشبهات حول القضاء وانه يثير الشكوك، شكوك العامه حولهم، كيف تردون على ذلك؟ لا انا مش هرد على وجهه نظر نادي القضاء ولا على خطابهم ولا ده، انا مش معني لهذا الامر، انا معني بالتشريع وبالنص وبما تمت مناقشته وبما تم الموافقه عليه في اللجنه، ده اللي هتكلم فيه. طب ما هي فلسفه التشريع يا سياده النائب؟ فلسفة التشريع بتدور يا سيدة الفاضلة في أن الكفالات التي تتحدثين عنها هي كفالات تمت مصادرتها، مش كفالات ما زالت معلقة على ذمة أصحابها. الكفالة ما زالت على ذمة أصحابها، لا يستطيع أحد أن يقترب منها، لكن كفالة حينما يفقد شرط من الشروط المنصوص عليها فيتم مصادرتها لصالح الدولة وتدخل موازنة الدولة. تمام.
فالنص في 134 يتحدث عن الكفالة التي تتم مصادرتها وتصبح ملكا للدولة وتدخل الموازنة العامة. من حق الدولة ساعتها بتستعملها في إقامة مشروع، في إقامة مستشفى، إقامة مبنى، إقامة كوبري، إقامة تمام رسم. فإحنا بنقوله المسائل دي لما تدخل الدولة ويتم مصادرتها ويفقد الشرط من الشروط اللي يترتب عليها تدخل موازنة الدولة، يا دولة ما تخصصهاش إلا نصها يخصص لصالح الصندوق. فما أصبحتش هي الكفالة اللي حضرتك بتتكلمي عنها أو يعني ليها حديث نادي القضاء، لكن أصبحت ملكا للدولة، أصبحت مالا عاما دخل الموازنة العامة، ومن حق الدولة تصرفها توجهها زي ما توجهها. طيب فلما أقول أنا يعني أكمل حضرتك اتفضل، لما أقول إن الصندوق ده اللي بيحتاج كل 15 يوم مبالغ مالية اللي عرض علينا في مجلس النواب مشروعات قوانين متعددة مقدمة من الحكومة بتقول لنا الصندوق خالي وموقف صعب جدا وعايزين تخصصوا لنا مبلغ مالي 10 جنيهات على كل ورقة من الأوراق التي تستخرج للنواب أو المحكمة، رفضناها بالإجماع، وإن ما نقدرش نقبل إن يطلع من جيب المواطن حتى لو 10 جنيه زي ما أنتم طالبين في صرف الصندوق مباشرة من جيب المواطن للصندوق، ده كلام ما يصحش ودي العدالة لا تقتضي هذا. لكن لما تبقى المبالغ المالية الكفالة دي تمت مصادرتها وأصبحت ملكا للدولة وتدخل الموازنة العامة، لا تسريب أبدا إن وجهت جزء منها أو نصفها إلى صندوق الرعاية الصحية الاجتماعية لإجتماع القضاء. طيب يعني أرجو أن تبقى معي لنسمع الرأي الآخر. مستشار عبد الستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية السابق، سيادة المستشار يعني سيادة النائب الوكيل أحمد حلمي الشريف عنده منطق بيقول إنه هذه كفالات صدرت وأصبحت في حوزة الدولة وفي حوزة موازنة الدولة، يمكن أن تخصصها أينما شاءت، فنحن نقول تخصصها لصندوق نادي القضاء بدلا من فرض رسوم على الأوراق أو رسوم على التقاضي بشكل مختلف من جيب المواطن مباشرة يعني. لكن نادي القضاء قال انه هذا يثير شكوك لدى العامة، كيف يعني رأي حضرتك ايه؟ مساء الخير استاذ الامين. مساء النور، اهلا بك. ومساء الخير لسيادة النائب المحترم الصديق العزيز احمد بيه الشريف وكيل اللجنة التشريعية. اهلا يا فندم. حقيقة انا يعني بقول الاول عشان السادة المشاهدين يكونوا معانا، هو المتهم لما بيعرض لما بيرتكب جريمة ويعرض على النيابة العامة وعلى قاضي التحقيق أو على المحكمة، بنكون أمام عدة احتمالات. الاحتمال الأول أنه يحبس مثلا احتياطيا، الاحتمال الثاني أنه يفرج عن المتهم بضمان محل إقامته أو ضمان وظيفته، الاحتمال الثالث الإفراج عن المتهم بكفالة. هذه الكفالة مين بيقدرها؟ عضو النيابة العامة المحقق أو القاضي يقدر مبلغ الكفالة وبيودع هذا المبلغ المقدر خزانة المحكمة. القانون الحالي بيقول ايه؟ هذا المبلغ اذا مصدر القرار قال انه يخصص جزء منه لكي يقوم المتهم بواجباته في الحضور اجراءات التحقيق والدعوة، والجزء الاخر ده بيعتبر ضمان لعدم التهرب من التنفيذ او اذا قضي ضده بغرامة، واذا لم يخصصه القاضي او عضو النيابة يبقى ده يعني لم يتم تخصيصه، واعتبرت الكفالة ضمان لقيام المتهم بواجبات الحضور في التحقيق والجلسات. التشريع وطب إذا قضي للمتهم بالبراءة أو إذا المتهم لم يتخلف أو إذا صدر أمر بأن لا وجه بترد يأخذ الكفالة إلى طيب. المتهم التعديل المقترح إيه؟ فحواه انه تخصص نصف مبلغ الكفالة لصندوق الرعاية الصحية، الكفالة اللي هي صدرت خلاص، هي لم تصادر، هي موجودة على ذمة للمتهم على في القضية، لم يصدر حتى الآن حكم. مجرد صدور المبلغ والجزء منه يخصص لو الكفالة بمبلغ كبير هتثير الشبهة على طول، يقولوا أدنية. هو هنا العوار يا فندم زي ما أنا فاهمة منك سيادة المستشار، العوار هنا هو أن هذه الكفالة يقر مبلغها عضو النيابة أو القاضي، أو القاضي، فبالتالي إذا ذهبت لصندوق القضاء فأنا عندي هنا شبهة أنه يقول لك طب علي الكفالة عشان يعني بنعلي الكفالة عشان الصندوق. أستاذ الأمين صحيح، صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية يحتاج إلى دعم وإلى موارد طبعا، ولكن بالصورة المصاغة بيه اللي راح في مشروع الحكومة اللي وافقت عليه اللجنة التشريعية
يثير الشبهة في حيدة القضاء وتجرده وموضوعيته. نعم. ويخل بقواعد العدالة ويضع القضاء في موضع الشبهات. قد يظن البعض ان المبلغ كبير لا كفالة 10,000 ب 1,000 جنيه 10,000 جنيه الكلام ده كله يقولوا عشان يدخلوا الصندوق، فيضع القضاء في حرج، والقضاء حريص كل الحرص على التجرد والموضوعية والنأي بنفسه عن الشبهات. احنا اولا اللجنة التشريعية والحكومة قصدها نبيل، ولكن مفهوم مفهوم، لكن احيانا بعض القصد قد هو قصد نبيل، ولكن يثير الشبهة في حيدة القضاء ويخل طب اسمع سياده الوكيل يا سياده المستشار بعد اذن حضرتك. سياده الوكيل، اكيد سمعت سياده المستشار عبد الستار. يعني استاذ لميس، يعني انا طبعا بكل التحيه لسياده المستشار عبد الستار بامام، لكن في تصحيح وقع. اتفضل يا فندم. مبلغ الكفاله اللي بتدفع من المتهم حينما يمسك امام المحكمه او امام النيابه العامه دي بتاعه المتهم، دليلكم لا يستطيع احد ان يقترب منها. عاوز اصحح الواقعه دي. هو حد يا انا متهم ورحت اخلي سبيل الكفاله 100 جنيه، حد يقدر يجي يقرب من 100 جنيه دي؟ طب امال تقصد اي كفالات سيادتك؟ طب اكمل حضرتك بس عشان نوضح. ما هو انا بس لما المحاكمه تنتهي انا من حقي استرد ال 100 جنيه دي. لكن اذا ما كان في السكه دعيت للحضور وما امتثلتش، حد لي جلسه وما حضرتش في المحكمه وصدر حكم غياب وعملت عد كده فقدت شرط من شروط، ما اصبحتش الكفاله بتاعتي. ايوه يا فندم، بس هو سياده اكمل حضرتك. بس سياده المستشار بيتكلم على حيده القضاء والشبهات اللي يعني انا مين اللي بيقرر الكفاله سياده الوكيل؟ يا فندم لحظه، مين اللي بيقرر حجم الوكاله؟ هذا قاضي او نيابه؟ فازاي انا بحط عليه الشبهات دي؟ طب انا هسمعك اهو. اتفضل. انا عايز اكمل بس وجهه نظري. اتفضل. ايا كان مين يقدرها، لكن بعد الكفاله ما يتم مصادرتها لتخلف شرط من الشروط واصبحت ملكا للدوله وتدخل الموازنه العامه للدوله، ما اصبحتش كفاله، اصبحت فلوس تخص الدوله ودخلت الموازنه العامه للدوله. بنقول ساعتها لما تخش الموازنه بتوجه كيفما توجهها الدوله، وزاره الماليه توجهها تقول دي هعمل بيها كذا او دي هعمل بيها كذا. لا، المبلغ ده خصصيه للصندوق او نصف للصندوق او ربع الصندوق زي ما ينتهي المجلس كيفما ينتهي. دي وجهه النظر. لكن المسائل لو الكلام ده يثير اي حديث يتعلق بالحيريه، نحن نرى يعني نحافظ على الحيريه كما يحافظ القضاء على حيدياته والتجرد ايضا والموضوعيه، وبلاش منه احسن. يعني يفضل بلاش منه، لانه اذا كان نادي الاوضاع هذا الموقف سياده المستشار عبد الستار تحب تعلق. انا اولا يبقى انا مع سعادة النايب وحرصه على القضاء وسمعة القضاء وتجرد القضاء. عظيم. أرجو أن يتم تدارك هذا الوضع لسبب، حتى الكفالة لما تكون هيخل وهتخش الخزانة العامة اسمها راحت للدولة. حكاية الصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية يحتاج إلى دعم، الدولة مسؤولة عن دعمه، الدولة مسؤولة عن دعمه، لكن ألا يظن أبدا صح. المواطن أن الكفالة حينما يتخلف هتروح للقضاء يبقى معنى ذلك يكبر الكفاله، لانه غالبا ما بيتخلف وغالبا بيبقى ما حضرش التحقيق او المحاكمه والكلام ده كله، يقولوا القضاء بيعملوا لنفسهم. نحن في حاجه الى دعم ثقه الناس في القضاء، وانا مقدر تماما يعني نبل المقصد واللجنه التشريعيه، ولكن معلش نتدارك هذا الامر حفاظا على القضاء وثقه الناس فيه. انا بشكرك سيادة المستشار عبد الستار امام، بشكرك سيادة الوكيل احمد حلمي الشريف. ان كان لي كمواطن ان انا اعلق، فالتعليق انه بالفعل ما يقوله سيادة المستشار عبد الستار امام هو فعلا، يعني انا كمواطن لو رحت وعندي كفاله بدفعها حتى لو تخلفت او لا اتخلف، لو القاضي عمل لي كفاله عاليه اقول له اه طبعا، ما هو عشان نصها رايح لصندوق القضاء، او النيابه مثلا عملت لي كفاله عاليه مثلا لاخلاء سبيلي، اه طبعا، ما هو عشان انتوا هتاخدوا الفلوس ده هيتم تداوله. طب انا ليه؟ ما انا لسنا في حاجه لاثاره شبهات على القضاء، القضاء محتاجين دعم، صندوق القضاء محتاج دعم، هذه مسؤوليه الدوله بشكل اساسي، والدوله عليا ان تتحمل مسؤوليتها، ما تطلعش مسؤوليتها من جيوب الناس. على الاطلاق. لا تطلعها من جيوب الناس ولا تاخدها من كفالات الناس. هذه مسؤولية الدولة، القضاء
دي مؤسسة قضاء، مؤسسة محترمة وأساسية، ومؤسسة لازم أراعي هيبتها وراعي مكانتها، فلازم أراعي مكانتها بموارد محترمة لو أنا عايزة قضاء محترم فعلا وعادل ونزيه وحيادي. هو ده من الدولة وليس من أي مكان آخر، مش من جيوب الناس ومش من الكفالات. الاسبوع الجاي، الاسبوع الجاي عندنا اولى حلقات هنا الشباب التسابقيه، استعدادات للمتسابقين للوقوف قدام لجنه التحكيم بدات بالفعل، احنا بنساعدهم عن طريق عدد من الدورات التدريبيه، منها ضمنها طبعا التدريب اللي شركتنا الشقيقه كايرو ميديا سكول بتديه للمتسابقين عشان تجهزهم قدام الوقوف للكاميرا. الموضوع مش سهل. كايرو ميديا سكول انتهت بالفعل من تدريب المتسابقين المشاركين في اولى حلقات البرنامج مع المدرب احمد عبد الله، وكل يوم هنتابعكم مع تجهيزات المتسابقين في هنا الشباب كل يوم اربع الساعه 9 مساء. ده تاني تعاون ما بيننا وما بين برنامج هنا العاصمة، في تحديدا يعني مسابقة هنا الشباب. المفروض ان احنا بيجينا كل الناس اللي هتطلع في الحلقات اللي هيقدموا المشاريع بتاعتهم، بنشتغل معهم اكتر يعني مع استاذ احمد عبد الله على فكرة ازاي يعملوا البرزنتيشن سكيلز بتاعتهم اون كاميرا او اون تي في. المجموعة اللي مضت حقيقة يعني انا ضربت مجموعة كبيرة منهم، واحنا يعني بعتقد بكل فخر بنقول عندنا مجموعة من المواهب فعلا محتاجة بس بعض التكنيكس تعرف يعني ازاي نعمل البرزنتيشن سكيلز. انا عملت برزنتيشنز قبل كده كتير قدام جودجز وقدام ناس كتير قاعدة قدامي، بس كوني ان انا اقف قدام كاميرا ما خدتش الخبرة دي قبل كده، فانا شايف ان الموضوع دوت هيعدي او هيخليني اوفركم كده الرهبة بتاعت الكاميرا، وان انا ما بعرفش اتكلم لو في كاميرا بتصورني، اخد الخبرة دي. اعتقد ده هيفيدنا كتير في اولا قدرة مواجهة الحكام، وخصوصا انه في كتير مننا بيبقوا قلقانين شوية من المواجهة الاولى، ولما الرهبة دي بتقل اعتقد ده هيفيدنا اكتر في ترتيب الافكار. انا شايفة ان هي تجربة جديدة من كل حاجة، يعني سواء مكسب او موافقناش ربنا في الموضوع، بس اي خطوة احنا بنعملها فهي تجربة كويسة لينا. ازاي ان انت تقدم يور ستارت اب على الميديا هو موضوع مختلف تماما عن في المسابقة العادية، لان الموضوع لازم يبقى شامل قوي وفي وقت قصير تقدر توصل للبوينت بتاعتك. ان هنا الشباب توفر لينا تدريب قبل البرنامج نفسه، دي حاجة اضافة هتساعدنا جامد في البرنامج. وانا في انتظار الشباب يوم الاربع باذن الله في اولى الحلقات 9 مساء، حلقات تسابقيه من هنا الشباب. امبارح كانت حلقه جميله جدا لأبلة فهيتة مع الدكتوره هلا سرحان، والحقيقه ان الدكتوره هلا سرحان طبعا بصفه القرابه يعني هي ابنها محمد اديب، هو ابن عمي، ابن عم ابني نور، فيعني الحقيقه ان احنا علاقتنا وثيقه جدا سواء كقرابه وسواء ايضا كاستاذه ليا. انا دخلت الصحافه ومن باب الاجنبي، وكنت بشتغل في نيويورك تايمز وصحافة أجنبية، وبعدين أستاذ عماد أديب كان وقتها هو الدكتورة هالة بينشئوا مجلة كل الناس وجريدة العالم يوم، وقال لي سيبي بقى، سيبك بقى من الصحافة الأجنبية دي الناطقة باللغة الإنجليزية، قلت له هسيب نيويورك تايمز؟ قال لي سيبي نيويورك تايمز وهتيجي تشتغلي وهعرفك عن الدكتورة هالة سرحان وهتعرفيها. ومن يومها اتعلمت منها حاجات كتيرة جدا. كانت نائب رئيس تحرير، وكان أستاذ عماد هو رئيس تحرير، وهي كانت نائب رئيس تحرير، أسسوا أول صحافة يعني في الوقت الحديث خاصة في مصر، أول جريدة هي طبعا كانت ماسكة أو كانت مسؤولة عن المجلة اللي كانت أهم مجلة مرأة عربية في وقتها، أو مجلة أسرة عربية في وقتها، وجورنال العالم اليوم طبعا كان الجريدة الاقتصادية الأولى في المنطقة، اليومية طبعا الأولى في المنطقة. هالة ما كانتش مجرد صحفية، وهي صحفية دؤوبة، لكن هي نموذج للناس اللي حفروا طريقهم بضوافرهم. وعشان كده أنا كتير بقول إن أنا يعني بحبها ليه؟ لأنها فكرة إنها
الموضوع مش سهل زي بالظبط التجربة بتاعتي أو بتاعت ناس تانية كتير. إحنا ما نزلناش من الكوكب الآخر ففجأة تبقي مذيعة وفجأة تبقي نكشة شعرك كده واقفة قدام الكاميرا، لا، فجأة عندك برنامج. القضية خدت وقت طويل جدا، لكن دكتورة هلا سرحان كانت دايما بايونير. دكتورة هلا سرحان هي اللي كانت مسؤولة عن قناة دريم لما ذاعت حلقة محاضرة الأستاذ محمد حسنين هيكل على دريم اللي تكلم فيها عن التوريث. دكتورة هالة كانت صاحبة مجموعة من أهم الـ 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 البرامج الاجتماعية والفنية اللي كانت بتجيب فيها نجوم احنا مش عارفين. ساعات لما بتفرج أقول لها انت جبتي دول ازاي، انت جبتي دول تحية كاريوكا وفيفي عبده ومش عارفة كلهم جبتيهم مع بعض ازاي. دكتورة هالة صاحبة مدرسة، تتفق معاه أو ما تتفقش، تحبها ولا ما تحبهاش، مدرسة ذات بصمة. طلعت بقى ناس كتيرة بقى، يعني عندك محمد هاني اللي هو مدير محطتنا ده، عندك وائل إبراشي، عندك محمود سعد هي اللي دفعته إن هو يطلع يتكلم، عندك عمرو خفاجة، يعني سامح عبد العزيز، عندك مجموعة كبيرة جدا من نجوم الميديا هم تلاميذ الدكتورة هالة سرحان. وطبعا أنا كانت هي أستاذتي موجودة وكانت يعني رئيستي في الشغل في مجلة كل الناس، بحييها. ونشوف بقى قالت عليا ايه وقالت ايه تاني. والحقيقة ان الحلقة كانت جميلة جدا جدا. اتفرج. وعمرو ولميس ما عدوش من تحت ايدك؟ لا طبعا كانوا معايا في المجلة، كانوا هما الاتنين وكان استاذ عماد اديب هو رئيس تحرير وانا كنت نائب رئيس تحرير. شفتيهم كتاكيت؟ ودخلوا عليا في يوم قالوا لي هنتختم. مبروك. مش كنت توقفي الجوازه وترحمي المشاهدين يا هالة؟ لا كانوا جننوا وما زالوا يجننوا ما شاء الله عليهم. ايه اكبر غلطه مهنيه عملتيها؟ ها؟ تتنازلي للقبل عن الخاتم اللي في ايدك. خدي يلا خدي خدي وريني ملبسك ايه. يا حياتي يا حياتي حد يزغرت. خدي انا طبعا مش هقدر اكمل الحوار لقيتك لحالك. الله حلو خالص. وريه بقى للكاميرا. اهو. وريتيه؟ وريني بقى عايزه اتفرج. لا خلاص خدي اسحبي سؤال. الخاتم يا ولياقة. هطلع بالتاني، هطلع بالخاتم التاني. هاتي يا تيتي. بقالي كام سنة انت يا هلول في الإعلام؟ بقالي داخلة على 40 سنة. مش معقول. يا حبيبتي انت الأصل والباقي في الفصل. انت الأصل والباقي في الفصل. ازاي تديها الخاتم يا هلا؟ ازاي تديها الخاتم؟ إلا الخاتم. وبنخرج فاصل، وبعد الفاصل الأستاذ محمد فريد رئيس البورصة المصرية. ما بتنخفض الفوائد على الودائع بنفكر على طول، وده قلنا لكم امبارح اتكلمنا في القصه دي، من هم الرابحون من هم الخاسرون. دايما بيبقى من الرابحين البورصه، لان الناس بتبتدي تفكر في اوعيه استثماريه اخرى او ادوات استثماريه اخرى غير ان انا احط فلوسي في البنك. والحقيقه ان هو ده المفروض، انه ما ان القصه بتاعت ان انا احط فلوسي في وديعه في البنك دي او احط فلوسي في شهادات في البنك ده يعني في العالم كله ما بيحصلش بالشكل المكثف اللي عندنا، لانه الناس دايما في كل معظم الاقتصادات الكبرى يعني وحتى الناميه بيكون عندها اوعيه اخرى للاستثمار، سواء في البورصه، في العقارات، في بونز، في ادوات دين. لكن في الفكره انه الفلوس تشتغل والفلوس تجيب فلوس، ما تفضلش قاعده مستنيه فايده ثابته. البورصه دايما كانوا بيعلمونا دي مرآه الاقتصاد. هل هي مرآه مكسوره ولا مرآه حقيقيه؟ احنا لسه بنخرج من الازمه، لسه بعد يا دوبك سنه وشويه من التعويم، فبالتالي بناخد نفسنا.
والبورصة كمان بتاخد نفسها وتبتدي يا دوبك انها تتحرك بشكل افضل. طبعا البورصة قبل 2010 يعني كان في اوقات كانت البورصة معدلات التداول فيها كانت عالية جدا، دلوقتي معدلات مش بنفس الارتفاع ولكن في تحسن كتير جدا. استاذ محمد فريد رئيس البورصة المصرية الجديد بقاله 6 اشهر بس، هنعرف بقى كيف يفكر في البورصة المصرية. اهلا بك. اهلا بك يا فندم. يعني النهارده ايه، 0.5% بس زاد، 0.5% بس. النقطة المحورية دايما لما يعني الناس بتبص في بورصات هي معدلات التداول. فلما بنلاقي ان يوم الحد هو عادة بيبقى يوم هادي بحكم ان الاجانب بيبقوا اجازات عندهم، ما عندهمش صناديق استثمار يعني بتستثمر بصورة مكثفة، فلما نلاقي النهاردة ان احنا معدلات التداول كسر المليار وكسر المليار ومية، فده في حد ذاته مؤشر طيب ان في اهتمام وان في انعكاس كمان للسياسة النقدية قد يكون التوسعية بعض الشيء فيما يتعلق بالبورصة والاسهم والتداولات اللي فيها. لكن انت كرئيس بورصة تتمنى انه اسعار الفايدة تنزل. يعني هو اسعار الفايدة بتمسك كذا حاجة، يعني مش فقط ان علشان قد يكون انا كرئيس بورصة قطعا اتمنى ان يبقى اسعار الفايدة في معدلات انخفاض، لكن المنظور لازم يبقى على مستوى الاقتصاد الكلي مظبوط. ففي الاخر لو انا عندي اسعار فايدة منخفضة بصورة طيبة يعني كلنا بنتمناها، لكن الناحية التانية عندي معدلات تضخم مرتفع قوي ومفيش اجراءات على مستوى السياسة النقدية تحاول تظبطها، ده هيبقى ليه تبعات برضه. فبالتالي اهم نقطة في اي بورصة ان يبقى عندك الاقتصاد الكلي مظبوط، سواء على مستوى ماذا يتم في السياسة النقدية، سياسة مالية، حتى على مستوى السياسات الاستثمارية وعلى مستوى يعني بيئة الاعمال انها تبقى بيئة منضبطة، تبقى في القوانين اللازمة لدخول وخروج المستثمر انها تبقى موجودة. دي لما تبقى موجودة الحاجات دي حتى لما بيبقى في فترات فيها ارتفاعات اسعار فايدة بتبقى فترات مؤقتة، لان اسعار الفايدة بطبيعتها لازم بترجع لمتوسطها دايما، يعني لو عالية قوي بنبقى عارفين ان اتجاهها العام لازم بينزل شوية، او لو منخفض قوي اتجاهها العام هو لازم بيرتفع شويه، زي في الولايات المتحده عشان كانت منخفضه فالناس كلها متخيله انها هترتفع عشان بالزبط. كمان بقى في عشان منخفضه جدا بالظبط. طيب خليني اعرف منك شويه ارقام الاول، احنا دلوقتي حجم التداول عندنا تقريبا قد ايه؟ يعني المتوسط اليومي احنا بنتكلم في متوسط يومي ما بين مليار و200 مليار 300، ده على مستوى المتوسط اليومي، وده ارتفع كثيرا من بعد الاصلاحات اللي تمت على مستوى الاقتصاد الكلي بدايه يعني من نوفمبر 2016، كان قبلها بنتكلم على متوسطات 500 مليون، فاحنا بنتكلم على فقبل التعويم كنا بنتكلم على متوسطات 500 مليون، بعد التعويم احنا ضربنا في 2 اهو، بقينا 1.2 او يعني اكتر من 2 شويه، لكن ده يعني اعلى معدل تداول احنا وصلنا له في البورصه المصريه قطبه كان امتى؟ هتبقى في السنوات 2007 2008 لان كان في عده محاور، والاقتصاد العالمي كمان يعني هي برضه مش عارفه 8 حصلت الازمه الماليه في سبتمبر، لكن احنا بنتكلم على مستوى التداولات من 2007 و2008 8 كان الاقتصاد العالمي كويس قوي، كان التدفقات النقديه على المستوى العالمي سواء على مستوى استثمارات الحافظه اللي هي في البورصه يعني او استثمار اجنبي مباشر الاثنين كان معدلات اعلى مستويات وصل لها يمكن. فاحنا كنا وصلنا لايه؟ 2 مليار 2 مليار 200. طيب نقارن بيننا وبين المنطقه where do we stand، احنا واقفين فين؟ يعني لما هنيجي نبص على المستوى الافريقي قطعا بورصه جنوب افريقيا من البورصات الكبيره في وسبقنا، يعني هي سابقه كل افريقيا مش سابقنا احنا فقط، وحتى هي ليها اكبر وزن نسبي في المؤشرات العالميه اللي من ضمنها مورجان ستانلي اللي بيصدر اللي بيمسك الاسواق الناشئه. اعتقد دايما بنقدر نتنافس على مستوى حجم راس المال السوقي اللي هو حجم الشركات المقيده عندك في البورصه، بنقدر نتقارن بالمغرب في كثير من الاحيان، فنعتبر يمكن التانيين التالتين على حسب المؤشر افريقيا اللي بنبص عليه بعد جنوب افريقيا. على المستوى العربي على مستوى التداولات اليوميه للتداولات طيبه يعني قطعا السعوديه برضو من ضمن الاسواق المهمه واللي سابقه بحكم حجم يعني السوق اللي موجوده عندها، وبنقدر ان احنا يعني بنتزامن او بنترتب تقريبا مع البورصات الاخرى على مستوى الامارات وعلى مستوى البورصات في هذه المنطقه. من حيث ايه حجم من حجم التداول اليومي، حجم التداول اليومي وحجم كمان راس المال السوقي، ما احناش بعاد قوي عن الارقام اللي بنشوفها خاصه بعد الزياده اللي شفناها في راس المال السوقي الناتجه عن سواء قيد شركات جديده اللي حصل على مدار 2017، احنا بنتكلم على يمكن 5 شركات جديده وطروحات جديده تمت في 2017 مع كمان ارتفاعات الاسعار، فده ادى في الاخر ان راس المال السوقي ارتفع من 400 500 مليار ل 850 860 مليار.
طب يبقى انت بتتكلم في يعني اول رقم التداول بعينه متوسط 1.2 مليار و200 مليون، حجم راس المال يعني السوقي اللي هو يعني قيمه الشركات اللي موجوده في البورصه بنتكلم في 850 مليار. عدد المستثمرين قد ايه؟ حاج جيتي على نقطة مهمة قوي يعني واعتقد حضرتك لمستيها كمان في الاول لما اتكلمتي على ان الاستثمار بصفة عامة بالنسبة لاغلب الناس في العالم مش هينفع دولة 104 مليون بالمغتربين يعني بره مصر، الاوعيه الادخارية هي واخدة حيز كبير، شهادة استثمار وتحط فلوسك في البريد يعني صراحة. والشق الثاني كمان العقارات هو مطلوب، هو يعني ما هياش استثمارات سيئة، وبطبيعة حالها كمان بتخدم قد يكون ناس ما عندهمش أي أنواع من القدرة على الاستثمار في سوق الأوراق المالية، لكن لما ناخدها كنسبة وتناسب احنا عدد المكودين في أو المستثمرين يعني اللي أكوادهم نشطة يعني نشط. هو ممكن كان يبقى حد عنده كود وما فعلوش فخلاص كوده اتوقف بحكم إن هو ما جددش حاجته أو بطاقته والكلام ده كله، يعني بنتكلم في أقل من 0.5% على مستوى المكودين بالنسبه للتعداد السكاني في مصر. كام يعني النصف في المية دول؟ يعني كام؟ اقل من النصف في المية كمان. اقل من النصف في المية؟ لو احنا كام يعني؟ يعني بنتكلم في المئات الالاف، يعني بنتكلم مئات الالاف؟ مئات الالاف. رقم هزيل جدا. طبعا قطعا، يعني انا متفق مع حضرتك، وده الشق المهم اللي حضرتك برضه اشرت اليه ان هي عمليه الثقافه الماليه، وان الناس محتاجه تستوعب ان سوق المال او البورصه ما هياش مساله ان انا داخل عشان اعمل ربح النهارده في ظرف يومين او ثلاثه. البورصات على مستوى العالم ولما هنيجي بالاخص كمان الاسواق المتقدمه هي اداه ادخاريه طويله الاجل. لما بنيجي نتكلم على حد عاوز يحوش فلوسه 30 25 35 سنه، عاوز يحوش فلوسه لعياله، بيبقى المكان الامثل التدريجي لعمليه التحويشه دي بتبقى من خلال البورصات وسوق الاوراق الماليه. هي ده البعد اللي احنا بنشتغل عليه، ان في الاخر انت لازم توعي الناس ان جزء رئيسي من عمليه استفاده المجتمع من الزيادات اللي بتحصل في سوق الاوراق الماليه، وان السوق لما بيكبر وشركات جديده بتطرح فيه سواء حكوميه او غير حكوميه بتطرح والناس تستفيد، ان يبقى في اعداد من الناس بتستفيد من هذا الامر. فده شق مهم قوي اللي هو مرتبط بقى بالثقافه الماليه لسه الثقافه الماليه الناس بتبص على البورصه انها يعني مش عايز اقول جامبلينج، بس ان انت بتخش وتطلع بسرعه وتعمل مكسب، فالناس كانت دايما مرتبط الموضوع ده بيها. ففي ناس كتيره كونسرفاتيف او محافظين جدا في الاستثمار يقول لك لا يا عم انا ماليش دعوه، انا اخش انا ما افهمش، انا اعرف اقرا الميزانيه ازاي، انا هعرف منين الشركه دي هتعمل كذا ولا مش هتعمل كذا. يعني برضو ده محتاج تدريب، ازاي هتقدر تخترق ده؟ علشان في مثل انجليزي كده بيقول لحضرتك هورسز فور كورسز، اللي ما عندوش خبره في مجال اختيار الاسهم وفي مجال التوقيت الخاص بالدخول والخروج شركات في صناديق استثمار مقيده، هي مش بس كده، انت مربط الفرس في اي اسواق مال عمليه التنوع الاستثماري. التنوع الاستثماري ده معناه ان انت ما بتخشش في ورقه واحده سواء يعني دخولا او يعني داخل في السوق بتخش في ورقه واحده، بتخش في تنوع من الاستثمار في عدد من الاوراق. في صناديق استثمار دلوقتي بتسمح لك ان انت تخش في هذه العمليه على مستوى السوق مره واحده، فبالتالي ما بتشتري الوثيقه بتاعه الاستثمار دي كانك اشتريت في مؤشر ما او اشتريت في عدد معين من الاوراق. في الحاله دي انت خرجت من اطار عمليه اختيارك للاوراق المالية. لان تاني احنا بنتكلم على ادخار طويل الاجل، او ادخار طويل الاجل لمدار 20 25 30 سنه، قطعا سوق الاوراق الماليه بيبقى من ضمن الاكثر الاوعيه اللي بتسمح للمستثمر. ليه بقى؟ لانه انا مثلا في ناس تقول لك لا انا احط فلوسي في وديعه تاخد واتفر 7 8 9% وده الودائع ما تاخدش اكتر من كده، وبدل ما اخش يا عم واخسر فيقول لك ويرجع لي في اخر السنه يقول لك والله اصل الورقه دي كسبت والورقه دي خسرت وانا مش فاهم. يعني انا بقول لك الناس مش فاكر صح. انا متفق مع حضرتك تماما، هي مربط الفرس. احنا بنتكلم على انهي فتره زمنيه؟ لو بنتكلم على حد محتاج الفلوس دي بكره وبعده، لا بالتاكيد ما هوش الوعاء الوحيد اللي يقدر يحوش فيه. لو بنتكلم على شخص المدى الاستثماري بتاعه طويل الاجل، فقطعا طالما طويل الاجل وان هو مش محتاج الفلوس بكره، فهيقدر يتحمل ان السوق بينزل والسوق بيطلع، وفي المتوسط هو بيحوش تدريجي. هو ده كمان نقطه مهمه قوي، ان عمليه البورصه ما هياش مساله ان انا يبقى معايا ملايين عشان اخش فيها. البورصه وهي متاحه للجميع، للي معاه ملايين والمستثمر المؤسسي والمستثمر الفرد، سواء اللي عاوز يضارب اللي هو حقه ان هو يبقى بيشتغل على تغير سعري يعني على مستوى الورقه الماليه، او اللي عاوز يحوش امد طويل لفتره زمنيه طويله. بس احنا لو بنقارن عوائد بعوائد، عشان كده بقول لحضرتك
لما بتتراجع معدلات الفايدة على القروض ده بيبقى أفضل للبورصة. فلو أنا بقارن عوائد بعوائد يبقى إيه العائد على البورصة قد إيه تقريبا والعائد على لو حضرتك بتتكلمي على مدى طويل الأجل، هو عادة رؤساء البورصات ما يقدروش يتكلموا بسهولة قوي على العوائد، لكن لو احنا هنتكلم على مدى طويل هو مفيش مقارنة. حاجة انت حاجة بتتكلمي على استثمار زي كده، حاجة بتتكلمي على هنا الشباب. ايه فكرة الفنشر كابيتال او الاستثمار في مجال رأس مال المخاطر؟ ان انت بتخش في حاجة بتكاليف قليلة جدا في فكرة لسه بتشوف النور، عشان المخاطرة اللي انت بتاخدها دي بطبيعة الحال بتلاقي ان العوايد لو المشروع ده نجح بيبقى مشروع طيب وبيعمل لك عوايد اعلى قطعا من سواء الاستثمار في ادوات ادخارية يعني زي الودائع وغيره وغيره، او حتى الادوات الادخارية التانية او الاستثمارية التانية. فهي نفس الفكرة، طالما انت بتستثمر طويل الاجل فما فيش مقارنة. يعني انا مش هقدر اقول لحضرتك ارقام لكن هو ما فيش مقارنة، وبالدليل على ذلك ان اكبر المستثمرين على مستوى الاسواق العالمية يعني في مجال البورصات هي صناديق المعاشات. لان صناديق المعاشات مثلاً دي واحد بيدفع معاش بيبتدي من هو 22 سنة، عنده فترة زمنية للاستثمار 40 سنة او 38 سنة لحد ما يطلع في المعاش، فبالتالي هو يقدر يستحمل هنات السوق زي ما بيقول، سوق بيطلع وسوق بينزل وسوق بيصلح نفسه وسوق بعد كده بعد ما يصلح نفسه في طروحات جديدة ففي ورق مالي جديد، فتفضل تستمر الحال طالما احنا بنتكلم على فترة زمنية للاستثمار طويلة الاجل. عشان كده بيروحوا للاوراق المالية علشان العوائد بتاعتها بتبقى اعلى بطبيعة ان فيها مخاطرة، طالما فيها مخاطره لازم يبقى العوائد بتاعتها في المتوسط اعلى. طب عشان برضو نحاول نخلي البورصه جاذبه اكتر للناس، المؤشر زاد قد ايه مثلا من قبل التعويم لحد دلوقتي؟ احنا بنحاول نقول لكم انه بس كمان انه فعلا البورصه مش بنبيع البورصه للناس، ولكن البورصه اداه قانونية مهمة للاستثمار لها فوائد مش بس على المستثمرين ولكن أيضا على الدولة وعلى القطاع الخاص اللي ده بالنسبة له مصدر للتمويل. قد إيه النمو يعني لو حضرتك بتتكلمي على إيه اللي كان يديلك نقدر نقول ناتشرال هيدج إن أنت تحوطت من مخاطر تقلبات سعر الصرف، أقدر أقول حضرتك كان سوق المال. إحنا المؤشر العام اللي هو المتوسط بتاع 30 شركة اللي هم أكبر 30 شركة مقيدة في البورصة طلع من حوالي 7000-8000 نقطة، النهاردة 15000 نقطة. ده هنا بتكلم على حد دخل في المتوسط في 30 شركة من غير ما يقعد يختار يعني سهم ولا اتنين ولا تلاتة ويفضل يحاول يحدد. فعشان نبسطها للناس كده من 7000 ل 15 اعملها فلوس. انا عايزه بس اريح الناس وابسطها لهم جدا. يعني لو انت شاري مثلا ب 7000 جنيه قبل التعويم فانت دلوقتي عملتهم 15000 صح. يعني ده كده ببساطة يعني في سيمبل ووردز عشان بس الناس تبقى اكتر معانا ابسط. البضاعة بقى بورصة بضاعة بورصة شركات، والحقيقة ان الشركات مش كلها جاذبة، الشركات قليلة جدا. قطعا انا متفق معاك ان الشركات قليلة، لكن الاهم من تعداد الشركات لو عاوز الحق الجودة بتاعت الشركة حجم الشركة. يعني احنا كان كل مرة بنحاول ان احنا نروج بنحاول نفعل من جانب الطلب، يعني احنا عندنا ثلاث محاور دايما بنبص عليها، جانب العرض جانب الادوات المالية المتاحة اللي بتساند المستثمر على التداول وثالث حاجة من جانب الطلب. كنا كل مرة بنتكلم مع مؤسسات اجنبية وسواء ومؤسسات مصرية كان كل كلمة بتتقال يا جماعة احنا محتاجين بضاعة جديدة محتاجين شركات جديدة تقيد في سوق الاوراق المالية او في البورصة المصرية وتبقى حجمها كمان يسمح بدخولنا. دي نقطة مهمة قوي، ان في الاخر المستثمر الاجنبي لما بيبقى عاوز يخش في السوق المصري بيبقى هو عنده تيكت، يعني عنده تذكرة استثمار، تذكرة كبيرة يعني عاوز يخش باستثمار 50 مليون دولار 60 مليون دولار كمستثمر اوحد. فلما تيجي تحسبي ان الراجل ده عاوز يخش في السوق المال عاوز شركات ضخمة تسمح بهذا الامر. الطيب في الموضوع ان احنا شفنا نشاط كبير على مستوى القيد والطروحات بالنسبة لعام 2017، واعتقد كمان هذا العام لما بنبص على يمكن نقول الشركات المحتمل ان هي تدرج من القطاع الخاص حتى قبل ما نتكلم على طروحات الحكومة من القطاع الخاص من قبل بنوك الاستثمار المختلفين، يعني كلهم بيقولوا ان عندهم يعني نقدر نقول جدول كده مش بطال بالنسبه لطروحاتهم وبالنسبه للتعداد، فبالتالي ده يسمح للمستثمر الاجنبي ان هو يخش. وعلى سبيل المثال احنا السنه اللي فاتت كان بنتكلم على خمس طروحات رئيسيه، هم كانوا سته بس يعني الرئيسيين كانوا خمسه. كان عندنا يعني شركه ابن سينا، شركه ام تي اي، شركه التوفيق للتاجيل التمويلي وغيره، كان عندنا خمس شركات. الشركات دي كانت حوالي 4 مليار، كل طروحات حجمها كان 4 مليار جنيه مصري. 55% من
الطلب على هذه الطروحات بمعنى صح المشترين يعني كانوا فيها كانوا من اجانب. بنتكلم هنا الاجانب، الاجانب مش العربي، اجانب وعرب الاثنين مع بعض، اجانب وعرب، اجانب وعرب الاثنين مع بعض. كان 55% من الطلب على ال 4 مليار جنيه مصري اللي هي كانت الطروحات الجديده في السوق. فبالتالي هم في رؤيه طيبه، وكنا كل ما بنتكلم معاهم بيقول لك انا عاوز اخش بس انا محتاج ورق جديد. حجم ورق حجم خلينا حجم المصريين قد ايه، ونسبه الاجانب قد ايه، وتداول العرب قد ايه؟ على مستوى التداولات اليوميه احنا بنتكلم ما بين 60 ل 65 ل 70 في ده المدى اللي هو اليومي المختلف. بيبقى تداول مصريين بعرب على حوالي 15%، اجانب حوالي 20%. هي دي المتوسطات اللي بنشوف فيها عمليات التعاملات في البورصه. اليومين دول اجانب بيع ولا شراء؟ الحاجة دي نقطه كويسه قوي، ودي نقطه برضو تدي رؤيه، لان اللي بيخش في سوق المال بيبقى هو مش داخل عشان يخرج بكره، هو داخل قاعد معاك شويه، قاعد معاك سنتين ثلاثه، لان في الاخر سوق المال عشان يتحرك معاك هو بتمشي في الايكونوميك سايكلز، بتمشي في الدورات الاقتصاديه اللي الاقتصاد بصفه عامه. كان قبل عمليه تحرير سعر صرف والاصلاحات الاقتصاديه الكتيره اللي تمت بالقوانين الجديده اللي طلعت من قانون الاستثمار وافلاس وغيره، مع اللي حصل على مستوى سعر الصرف وعجز الموازنه، الابعاد الثلاثه دول كنا بنتكلم ان هم صافي مشترين لو خدنا 14 شهر يعني قبل نوفمبر بمليار 200 مليون صافي مشترين. ده مصري جنيه. الاجانب اللي هم العرب والاجانب اللي العرب والاجانب صافي كانوا صافي مشترين مليار و200 مليار و100 مليار و200 في الحدود دي. بعد حضرتك التعويم حتى تاريخه احنا بنتكلم في الاسهم فقط 15.5 مليار صافي مشترين، اسهم فقط لو هنضيف لها السندات هنتكلم على 6 مليار اضافي عليهم. فاحنا بنتكلم على نقله نوعيه فيما يتعلق بجاذبيه سوق المال بعد الاصلاحات اللي تمت على مختلف المناحي. بقى ايه اهم القطاعات اللي هم بيهتموا بيها؟ ده برضو نقطه مهمه، لان ما كانش قطاع واحد اللي جاذبهم. احنا هنلاقي كان في حوالي 6 قطاعات أو 7 قطاعات من ضمنها القطاع المالي، لان بطبيعه الحال لما بتلاقي ان الاقتصاد الكلي بيتحسن النشاط بتاع الشركات بيتحسن، فبالتالي القطاع المالي بيبقى من القطاعات اللي بتقدر تشتغل بقى على القطاع الحقيقي بقى، اللي هو انت عندك شركه بدا يبقى محتاجه تمويل عشان بتبني مصنع جديد على سبيل المثال، فتلاقي بنوك الاستثمار بقى ليها نشاط اضافي مرتبط بتدبير التمويل لهذه الشركات. فكان القطاع المالي غير المصرفي جاذبا لحوالي 45%. زي ايه؟ لا يعني مش هقول يعني هو البنوك الاستثمار. بنوك الاستثمار اوكي. القطاع المالي المصرفي كان ايضا جاذب، وحوالي 10% من هذه المبالغ كانت موجهه لهذا القطاع. القطاع العقاري كان من ضمن على الرغم من ان كل الناس توقعت قطعا بعد عمليه التحرير ان القطاع هيتاثر وان مش هيبقى فيه مجال، لكن كان من ضمن القطاعات الرئيسيه اللي جذبت استثمارات. القطاع الفارماسيوتيكالز الادويه كان من ضمن القطاعات برضو اللي جذبت اعداد لا باس بها يعني قيم لا باس بها من المستثمرين الاجانب في سوق المال المصري. متوقع ايه الطروحات السنه دي؟ متوقع 18 يبقى فيها طروحات ايه؟ يعني احنا عندنا شقين، شق مرتبط بالقطاع الخاص. في القطاع الخاص بنوك الاستثمار بتشتغل على يعني جدول كبير، كل واحد بيقعد يشتغل، حضرتك عارفه بنوك الاستثمار يحاولوا لحد ما ينجحوا مع واحد او اثنين. فبنتكلم من ما بين 4 ل 5 على مستوى القطاع الخاص يعني بالنسبه للطروحات. وبالنسبه للقطاع الحكومي احنا مستنيين الجدول يطلع اللي هو فيه توقعات بالنسبه للشركات اللي هتبقى بتقيد وبيتم تداولها من قبل اللي هي المملوكه للدوله يعني في هذا الشان. الامل ان طبعا الشركات الحكوميه مع قد يكون اعاده هيكله في بعض من هذه الشركات مع دمج وغيره وغيره يؤدي ان بيجي لك شركات حجمها كبير. اول ما بتجي لك شركه حجم كبير بتلاقي ان في طلب كبير قوي من قبل المستثمرين الاجانب، لان هو قادر يحط فلوسه مع ان التداولات بترتفع تساعدك. ما هي دي نقطة مهمة، انه مين الاجنبي ما بيخشش بفلوس قليلة زينا، لكن عايز يخش مثلا الاجنبي او العربي يعني بمحفظة كبيرة ففي سوق تداولاته مليار وحاجة، ازاي هيخش ب 50 مليون مثلا؟ يعني اي سوق يستوعب؟ لا ده احنا طلعنا من 500 مليون، فده في حد ذاته يعني المليار و200 ده يعني الحمد لله نكملها بس ان شاء الله. بس يعني مش هيقدر يخش يمكن بال 50 مليون، بس هيقدر يخش بارقام ما كانش قادر يخش بيها قبل كده. ففي لما يعني احنا عايزين السوق يقدر يستوعب، يعني في استثمار، يعني في ناس عندها النيه والرغبه ولكن الفكره انه السوق لا يستوعبها. صح، هي سلسله القيمه المضافه حضرتك بتكمل بعضها. لما بتجي لك شركه
حجمها كبير عاوزة تتأيد، بتقدر تجذب قصادها مستثمر حجمه كبير بحيث ان هو يعمل عملية التداول، فالتداول يرتفع معاك من الناحية التانية. فهي في الاخر للأسف ما فيش ناحية هتقدر تجوب التانية، انت لازم بتشتغل على عملية القيد، ان انت بتجيب شركات جديدة، بتشتغل على عملية الطلب، جانب الطلب ان بتروج للمستثمرين. ونقطة مهمة دي برضو الواحد لمسها كثيرا، يعني ان احنا دائما ما نعتقد ان كل الناس عارفة كل حاجة عننا، يعني دي نقطة دايما مهمة، ان احنا الناس كلها عارفة عن ماذا يدور في على مستوى الاقتصاد المصري، وماذا يدور على مستوى البورصة المصرية، والاصلاحات على مستوى السوق المالي يعني. بس في حقيقة الامر لا، هي دي الحاجات دي عاوزة مجهود، وعاوزة مجهود انك تشرح للناس واستدامة هذه الاصلاحات، ان انت مفيش يعني لفة انك تلف وترجع تاني، مفيش يوتيرن بالظبط، مفيش يوتيرن. بس بتعمل ايه عشان تقنع يعني الشركات القطاع الخاص انها تدخل البورصة كأداة تمويل؟ يعني وتاني احنا بنشرح البورصة مكان بتطرح فيه لما بتبقى عايز تزود رأس مال، بدل ما تروح لمستثمر استراتيجي بتروح للبورصة، فبتطرح جزء، بتبيع جزء من الشركة. أنا بحاول أبسط بس الأمور، فبتكون أداة تمويل. القطاع الخاص مش كله بينزل وبيبقى عايز شركة عائلية محدودة مقفولة مغلقة مش عايز يخش فيها. القطاع عندي قصة تانية وإن شاء الله هيبقى فيها طروحات، لكن بتعمل إيه عشان تقنع القطاع الخاص؟ عندك 250 شركة و251 شركة بس. بنعمل كذا حاجة. أول حاجة إن إحنا لازم نروح لهم، يعني فكرة البيزنس موديل بتاع ان انا مستني الشركات تجيلي ما خلاص ما بقتش لا تصلح، يعني في فترة انت محتاج توري لهم ما هي المزايا. الشق التاني ان انت بتوري له المزايا وبتوري له تجارب نجاح. يعني حضرتك على ذكر حتة الشركات العائلية، كان يمكن الجيل الرابع في احد الشركات لقى نفسه من غير ما يقدر يخش البورصة بالقواعد بتاعه الحوكمه المرتبطه بيه، ان انت محتاج تطلع لي ميزانيه كل 3 اشهر، ان انا عندي مستثمر لازم احبيه برضه، وده الاهم. يعني الاثنين مهمين، محتاج تطلع لي ميزانيه كل 3 اشهر، محتاج مجلس ادارتك يبقى فيه قدر من الحوكمه وناس مستقلين. اكتشفوا ان هم من غير ما يبقى فيه قيد في البورصه وعمليه الحوكمه دي كلهم هيفرضوا من بعض. فالجيل الثاني والثالث لان هو لو استمر كشركه عائليه هو مش هيقدر يستمر بالصوره اللي تحافظ على الكيان اللي اتبنى على مدار سنوات بقى من يعني ابهاتهم والاجداد والكلام ده كله. فده شق، ان انت بتوري له المزايا بتاعت عمليه الحوكمه. تاني حاجه بتوري له ازاي المستثمر بيبص على الشركات، فده شق تاني. والشق التالت ان انت بتوري له ازاي هو بيقدر يرفع رؤوس امواله ويمول مشاريع ما كانش يقدر يمولها من غير هذا الامر. والشق الخامس بتوري له ان ازاي عملية القيد بتسمح له ان هو يروح ياخد ائتمان من القطاع المصرفي. فهي مش فقط ان عملية القيد في البورصة هي بديل، هي مش بديل، هم مكملين لبعض، لان عملية القيد بتدي طمأنينة للقطاع المصرفي. ان في ده بيطلع ميزانية خلاص ملهاش حل، ده بيطلع الميزانية ومتراجعة من مراقب حسابات معتمد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية. فكل امور الحوكمة والانضباط اللي بيحدث في الشركة بيشجع القطاع المصرفي ان هو يمول هذه الشركات تباعا بقى طول ما هو ماشي. فانت بتعمل يعني بتعلي المستوى بتاع الشركه على مستوى الحصول على التمويل بصوره يعني لن تتاتى للشركات الا من خلال سوق المال والتبعات بتاعتها على مستوى القطاع المصرفي. يعني اذا كان لك ان تتمنى من الحكومه انها تطرح، نفسك تطرح ايه؟ يعني مش هسمي شركات، لكن قطاعات ايه؟ محتاجين قطاعات جديدة، يعني قد يكون قطاعات الخدمات او المنافع، يعني ده قد يكون من احد القطاعات اللي هتبقى طيبة واللي هتسمح لجموع الناس انها تشترك يعني معاك في عملية التنمية الاقتصادية. احنا ما عندناش كوموديتيز، عندنا كوموديتيز؟ لا ما عندناش، ما عندناش. ودي احد علشان بورصه سلع دي يعني بورصه سلع اجله، لان هو ده المنظم في قانون سوق المال او القانون قانون هيئه الرقابه الماليه. كان محتاج تعديل تشريعي اللي هو كان، وده احد التعديلات اللي دخلت في قانون سوق راس المال اللي هي التعديلات الاخيره اللي اقرها البرلمان، كان باستحداث يعني باب جديد كامل على تنظيمات بقى اسواق السلع الاجله اللي هي فيها بقى العقود المستقبليه وعقود الخيارات، وسواء بقى على ادوات ماليه او بنتكلم على سلع في حد ذاتها، ان انت حد عاوز يشتري اي مكان بقى السلع اللي بنتكلم عليها، قمح اجل يعني كمان 3 اشهر كمان 6 اشهر كمان. دي لسه يعني دي لسه التعديلات تم اقرارها مؤخرا يعني. ولا ذهب ولا 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 بنشتغل على حاجه من حاجات. ده كلام مهم برضو، محتاج تعديل. هل انتوا بتطلبوا بالتعديل؟ كنا قطعا اشتغلنا يعني بقدر الاستطاعه مع الهيئه في التعديلات على مستوى الـ التنظيم البورصات بتاعه السلع دي.
والشق الثاني ان قد يكون بتطلب تعديلات في قواعد القيد كمان، انها بتسمح لصناديق متخصصه في السلع ان هي تيجي تأيد نفسها في طبعا. البورصه بالظبط كده، فده قطعا من ضمن التعديلات اللي يعني بنتمنى ان احنا نراها بحيث يدي مساحه جديده لمنتجات ماليه وادوات ماليه تسمح للمستثمر ان هو خلاص انت عندك في البورصه مقيد، عندك صندوق استثمار تقدر تستثمر في الذهب، عندك صندوق استثمار تقدر تستثمر في الاسهم يعني وغيره. يعني بورصه النيل ما اشتغلتش بالشكل الجيد اللي هي للمشروعات او للشركات الصغيره والمتوسطه؟ يعني اشتغلت وما اشتغلتش، يعني نقدر نحطها في هذا الاطار. بورصه النيل لما حضرتك بتيجي تبصي على دوره التمويل في اي شركه زي هنا الشباب كده، ده بيبتدي اللي هو سيد كابيتال او اللي هو راس المال اللي بتبتدي بيه الفكره لسه في الشركه. بعد كده لو الفكره نجحت بقى في تراكشن على او بقى في طلب على المنتج او الخدمه اللي الشركه بتعملها، بتبتدي تاخد تمويل اضافي. البورصه ما بتجيش في المرحلتين اللي في الاول دول، البورصه بتيجي في المرحله اللي بعدها ان بقى المنتج موجود، الفكره موجوده، بس لسه ما وصلتش لمرحله كبيره من المبيعات. قد يكون احد الحاجات اللي تمت على مستوى بورصه النيل ان بعضا من الشركات او بعضا من مالكي يعني الشركات اعتبرتها سوق للتخرج وهي سوق للنمو. فبالتالي بتيجي شركه اي مكان حجمها يعني بما هو يسمح يعني بالقيد في بورصه النيل، بس ما يبقاش عندها خطط توسعيه طموح، عندها خطط توسعيه بس مش طموح. وفي الاخر منصه التداول بتاعت بورصه النيل هي انا مش عشان ان حد يتخرج فقط، هو عشان حد يتخرج ويمول نفسه مره واثنين وثلاثه واربعه لحد ما يتحول من ان هو شركه صغيره او متوسطه لحد ما يدرج في البورصه، لحد ما هو هي بورصه في الاخر، هو جدول بس بيدرج في البورصه الكبيره يعني عشان يقدر عشان يحقق انا الهدف، لان هو في الاخر الشركه دي لما بتزود رؤوس اموالها بصوره مستدامه يعني بصوره كذا مره يعني ورا بعض بينتج عنها انها بتجيب بقى خط انتاج جديد، بتعين ثلاثه. طب هتعمل ايه؟ بتفكر ازاي انك انت ان احنا الخطوه الاولى ان احنا بنبني العلاقه مع الشركات من الاول، يعني انا مش مستني ان برضو الشركه تجي، لا انا بروح ل 31 شركه بتهيألي متداول منهم ايه 28 صح 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 صح. طب ما تقفلوها احسن. بص حضرتك ما اقدرش اقول اقدر اقفلها لان يعني 28 شركه بصراحه يعني صح صح انا متفق مع حضرتك، بس هي انت ما بتبصش على الماضي، انت بتبص على المستقبل. المستقبل فيه بقى ان انت عندك مؤسسات بصفه عامه مانحه، بنك الاستثمار الاوروبي، بنك التنميه واعاده الاعمار الاوروبي، الاي اف سي وغيره من المؤسسات دي بتدعم الشركات الصغيره المتوسطه، البرامج زي برامج هنا الشباب وغيره بتدعم الشركات الصغيره المتوسطه. احنا بنخش بدري مع هذه الشركات بنبتدي نتكلم معاها وتبتدي تراقب الشركات دي من بدري، فبتشوف مين عنده خطط نمو كبيره تبتدي ان انت تحاول تساعده من الاول قبل ما يجي لك. هو مش مهم يجي لي، وفي الاخر انا بحاول ان انا اساعد على مستوى الخدمه وببني العلاقه، ان البورصه هي مش مساله انا مستنياك بس عشان تيجي تعمل قيد وتداول، لا ده انا بساعدك، ولو انت عاوز توصل لمرحله ان انت تمول نفسك على مستوى الاسهم انا جاهز معاك، احنا موجودين معاك عشان نساعد في هذه الجزئيه. من دول 10 هينجحوا، 20 هينجحوا، 30 هينجحوا تدريجيا لحد ما نوصل لمرحله ان من يريد التوسع على مستوى التمويل بيقدر يجي من خلال البورصه ويزود رؤوس امواله تباعا. هي هو ده الهدف الرئيسي، ولازم نشتغل من المنطلق ده، ولازم لان الاس ام ايز او الشركات الصغيره هي ما فيهاش مؤسسه واحده. حضرتك عارفه يعني الاس ام ايز بتلاقي مؤسسات كثيره فاعله ومؤسسات كثيره بتمولهم، بس في عندكم رؤى، عندكم جهه داخل البورصه المفروض ما تجيب الشركات طبعا. بتعمل ايه هذه الجهه؟ مين دول؟ دول الرعاه اللي هم ايه؟ دول الرعاه، وده احد الحاجات اللي عملناها اول ما جينا، ان قلنا للرعاه في ادوار كانت مطلوبه. مين هم الرعاه؟ بتبقى شركات استشارات ماليه واخده ترخيص خصيصا يعني فيما يتعلق بان هم بيقدروا يجيبوا شركات صغيره متوسطه، وكان عليها متطلبات، المتطلبات الرئيسيه ان هو يطلع بحوث عليها، ما هو انت عشان شركه صغيره يعمل عليها ريسيرش. البنك الكبير، بنك الاستثمار الكبير مش هيجي لك لان هي مكلف، انك تعمل ريسيرش مكلف. فكان من ضمن المتطلبات الرئيسيه اللي احنا بنحاول نفعلها بقى وبنضغط على الرعاه دلوقتي من هذا المنطلق، ان هو لا انت جبت لي شركه محتاج تعمل بحوث عليها، لان القواعد بتقول لك لمده سنتين كل 6 اشهر بتطلع بحث على هذه الشركات. الشق الثاني ان احنا بنجيب هذه الشركات وبنقعد مع المؤسسات المانحه بحيث لو حد محتاج بزنس بلان، هو كويس بس مش قادر يخرج من بوتقه انه او محتاج حد يساعده في التفكير، فبقينا بنجيب له حد دلوقتي يقعد معاه
اشتغلوا مع بعض، حاول ان انت تطلع لي بيزنس بلان بحيث ان احنا ننمو بهذا السوق. وبعدين ما فيش عصا سحريه، يعني هي كل حاجه محتاجه ان انت تقعد تزق يعني فيها وتشتغل على الديتيلز او التفاصيل بتاعتها لحد ما توصل لها. عشان وقتي بنك القاهره، وانا سمعت ده الكلام ده محافظ من سنين، يعني ان هو هيتم طرح نسبه من بنك القاهره وبالفعل تم القيد، ليه ما طرحش؟ اعتقد البنك القاهره على مستوى الاجراءات الورقيه من ضمن الحاجات اللي هي نظريا محتاجه تقييمات، قد يكون اعتقد ان البرنامج كله اخذ وقته في على مستوى الدراسه كان احد العوامل اللي خلت بنك القاهره قد لا يكون. وفي الاخر في لجنه مشكله بوزاره الماليه هي المقرر يعني ليها، هي اللي بتقدر. يعني انت مش شايف ان بنك القاهره من الشركات او من البنوك او الشركات اللي هتطرح قريبا؟ لا يعني اتمنى طبعا انها تطرح، لا غير التمني، قريبا او مش قريبا. ده هيحدد بناء على الجدول المفترض يطلع من وزاره الماليه مع البنك المركزي فيما يتعلق بالجزء المصرفي يعني في الطروحات. لكن على مستوى الورقيات البنك مقيد جاهز بالنسبه لنا على مستوى ان هو وقت ما يقدر يخلص اوراقه فيما يتعلق بالتقييمات الخاصه بالبنك. لسه في تقييمات لم تنتهي، لم تسلم يعني، لم تسلم طبعا يعني فلسه في اجراءات مستنيينها. متوقع اول طرح امتى حكومي؟ لو حاجه تساليني انا توقعاتي هتبقى يعني ابريل ومايو، ده هيبقى في المدى اللي انا اقدر اتخيل فيه اول طرح حكومي نقدر نشوفه في البورصه المصريه. بعد 6 اشهر رئيسا للبورصه، ايه اكبر مشكله عندك؟ عدم ادراك الناس الثقافة المالية. يعني لو جيت قلت لحضرتك دلوقتي ان في حاجة اسمها صندوق حماية مستثمر من المخاطر غير التجارية، كنت دايما كل ما بسأل اي حد يا جماعة كم واحد يعرف ان في عندنا حاجة اسمها كده، يعني ما حدش بيعرف. فبالتالي في مجهود كبير محتاج يبذل على مستوى ان انت تعرف الناس يا جماعة الصندوق ده بيتعمل علشان لو في حاجة غلط اتعملت مع من خلال ايا من شركات السمسارة الصندوق ده بيقدر يخش ان هو يعوض. لو تيجي تسأل الناس يا جماعة ومين يعرف ان سوق المال انت عندك صندوق استثمار اسمه صندوق المؤشرات مقيد وتقدر تتداول عليه بحيث ان انت ما تقعدش تفكر في اختيارك للاسهم. فده اكبر عائق لو حضرتك بتساليني. وتاني عائق هيبقى مرتبط بقى معدلات الدوله، احنا نزوده شويه يعني، هم دول النقطتين الرئيسيتين يعني. بتعملوا ساعات احصاءات السن المتداولين اعمارهم قد ايه؟ هل مثلا من الشباب، من المتوسطين، من الكبار؟ لا كبروا هم كانوا شباب وكبروا معانا يعني، فهم هي المجموعه استمرت معانا لفترات طويله. بس بنحاول يعني، احنا عملنا تدريب لحوالي يمكن على مدار العام اللي فات ده فقط في الست اشهر اللي فاتت عملنا تدريب لحوالي 14 جامعه. بنبتدي ان احنا دلوقتي نخش على الشركات شركه مالهاش حل، تخش على شركة بتحاول ان انت تتكلم مع الافراد اللي فيها. انت عارف ان دي الادوات المالية المتاحة للاستثمار في البورصة المصرية، انا بقولكش لا تستثمر ولا تستثمرش، بس يبقى عارف ويبقى في الاخر القرار ليك، بس محتاج من حقي يعني حقي عليهم وحقهم عليا ان انا ادلهم المعلومة. المدارس لازم الولاد يعرفوا وده شق احنا يعني بنحاول نشتغل فيه مع الدكتور طارق. ان احنا عاوزين من اول اولى اعدادي جريد 7 ان بنحط في المناهج منهج منفصل عن الاقتصاد والبورصة، لان ما ينفعش يبقى لحد يعني الطفل صح. خارج ثالثة ثانوي عارف شوية احياء على شوية كيمياء على شوية عربي على شوية لغة انجليزية، مش عارف ايه واسطة، مش عارف يحط فلوسه حتى يوزع فلوسه ازاي. انا احط امتى في البنك، امتى احطها في سوق المال، امتى احطها، امتى ايه الخدمات المالية التانية يا سيدي. في العالم كله الناس قاعدة قدام الشاشات على طول. بقول لحضرتك البنتريشن المعدل استثمار يعني بالنسبة مثلا لي زي اقتصاد امريكي بنتكلم 54% من المجتمع الامريكي مستثمر في سوق الاوراق الماليه. طب بلاش امريكا، ادينا حاجه جنبينا كده. يعني حاجه جنبينا كده بنتكلم من اول 3% ل 9%. واحنا نص. احنا اقل من نص. فعندنا عشان عايزين نحط فلوس في الشهادات. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه. هي تحدي بس هي دي الفرصه، يعني هي دي الفرصه اللي نقدر نقول عليها ان لو ربنا اراد يعني وقدرنا ان احنا نصل لان المجتمع كله بقى مدرك ان العمليه الداخليه جزء منها هو سوق الاوراق الماليه والبورصه وان انت بتقدر تحوش، وده مش كلامنا لوحدنا، يعني ده كلام وارن بافيت على سبيل المثال بيقول لك انت محتاج تحوش تدريجي خلاص هي يعني وباي مبالغ، دي برضه ميزه البورصه حاجه.
اختلاف البورصة عن الأوعية الأخرى انك انت من اي مبلغ صغير تشتغل بمية جنيه بمتين جنيه بتلتمية اي مكان الرقم يعني انا مش بحدد ارقام يعني اتمنى لك التوفيق وان شاء الله تكون سعيد في الحكومة بإذن الله يعني استاذ فريد كان في الحكومة وبعدين خرج راح القطاع الخاص بعدين رجع الحكومة تاني واضح انه يعني دايما في ميشن كده في رغبة في انجاز اشياء واتمنى ان هو ينجزها واتمنى طبعا البورصة المصرية التوفيق لانه البورصة وعاء مهم جدا للاستثمار يعني اقروا الاخبار الاقتصاديه العاديه شوفوا ايه القطاعات اللي ممكن احنا هنا ما نقدرش نقول لكم ونقول للناس استثمروا في قطاع كذا او قطاع كذا بس احنا شايفين ايه القطاعات اللي بتشتغل اكتر عندنا قطاعات التشييد مثلا شغاله كويس قطاعات الادويه شغاله كويس قطاعات المنسوجات في قطاعات كتيره جدا شغاله كويس وفيها تطور القطاعات دي بورصه مصريه رخيصه تعتبر رخيصه يعني غليت بس بالنسبه للمستقبل ان اي اصلاح بيتم حضرتك لما بيحسن الاسعار طبعا وبعدين لا بص حضرتك دايما الاقتصاد اربع خمس سنين بعد اصلاحات زي دي بيبقى طيب ده نلحق بقى الاربع خمس سنين دول قبل ما يتقلب مره ثانيه ودايما نفكر انه يعني هجيب كام لو انا حطيت فلوسي في البنك والمن فكروا كده في سنه من 7 لـ15 نقطه النسبه اكيد في البورصه اعلى كتير من النسبه في اي شهادات اخرى خاصه بعد ان ال 20% خلصت يعني احلام ال 20% دي خلصت بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد فريد رئيس البورصه المصريه ونخرج فاصل وبعد الفاصل نقص الفيتامينات وكيف يمرض المصري الفيتامينات جزء مهم جدا من تكوين الجسم البشري من الغذاء اللي بياخده البني ادم ومن الهواء والشمس يعني في مصادر كتيره جدا للفيتامينات نقص الفيتامينات لدى الانسان بيؤدي الى امراض كثيره جدا وكتير يقول لك ايه ده عنده نقص فيتامين دي ده عنده نقص فيتامين بي ده عنده مش عارفه مشكله خلل في المناعه فانا اكتشف ان في فيتامين ناقص الارقام عندنا الحقيقه ارقام بتخوف ابتدينا نشوف يعني اجسام المصريين شكلها بيتغير يعني ما بقيناش طوال قوي ما بقيناش بقى في اوبيزيتي اللي هو زياده في الوزن عاليه جدا بين الاطفال بقينا مثلا طفل من كل 5 اطفال في مصر بيعانوا من التقزم او قصر القامه بالنسبه لعمرهم 8% بيعانوا من الهزال والنحافه 6% ناقصي الوزن يعني الحقيقه ان الارقام مقلقه كمان عندنا 15% من الاطفال مثلا عندهم زياده وزن كل ده غير الانيميا بقى من في الفئه العمريه عندنا ربع اطفال مصر في الفئه العمريه من 6 لـ59 شهر مصابين بالانيميا كل ده بيؤدي الى اجيال غير يعني صحيه اجيال صحتها معتله اجيال غير ان احنا بنلعبش رياضه طبعا فالاجيال دي كلها لابد ان احنا نقف وقفة مهمة جدا مع التغذية وقفة مهمة جدا مع طريقة حياتنا وقفة مهمة جدا مع فكرة هو ايه اللي ناقص ايه اللي بيؤدي الى نقص الفيتامينات في اجسام المصريين وانا في هذا سألجأ لي الاطباء ومعي الحقيقة مجموعة من اهم الاطباء المتخصصين في هذا الاطار والمجال استاذ الدكتور محمد ابو الغيط استاذ تغذية بكلية طب جامعة القاهرة استاذ الدكتور هاني عارف استاذ المخ والاعصاب بكلية طب جامعة عين شمس واستاذ الدكتور اشرف النحال استاذ جراحة العظام بطب القصر العيني ورئيس اقسام جراحة العظام سابقا اهلا بيكم يا دكاترة اهلا بيك هي الفيتامينات يا دكتور بتيجي منين؟ يعني هو جسم الإنسان فيه فيتامينات إيه أو محتاج فيتامينات إيه؟ هي الفيتامينات بتنقسم نوعين نوع بيدوب في المية ونوع بيدوب في الدهون في الووتر سوليبل فيتامينز والفات سوليبل فيتامينز الووتر سوليبل فيتامينز اللي هي بتدوب في المية دي فيتامين بي وسي والفات سوليبل اللي هي اللي بتدوب في الدهون A و D و E و K
كل الفيتامينات مهمة جدا، كل فيتامين له يعني فوائد في جسم الإنسان، نقصه يؤدي الأضرار وبرضه زيادته يؤدي لبعض الأضرار. فبنحصل على الفيتامينات من الأكل ومن مصادر أخرى، الجسم مش بيصنعها، ولكن بعض الفيتامينات مثلا ممكن نحصل عليها من الشمس زي فيتامين دي. الواجب علينا اننا نهتم بالتغذية السليمة من الصغر، ومش بس الصغر، ومن الجنين وهو في بطن امه كمان. هرجع للتغذية وايه اللي بناخده من كل فيتامين وايه اللي لازم ناكله، لكن ايه النقص اللي قد يؤدي الى مشاكل في المخ والاعصاب؟ الحقيقة الفيتامينات بتلعب دور رئيسي في تكوين الخلايا العصبية، وفي تكوين كمان الغلاف المحيط بالخلايا العصبية اللي احنا بنسميه المايلين، وده عن طريق انها بتخش في تركيب الكثير من المواد الكيميائية اللي بتخش في التكوين ده. الفكرة انه بعض الفيتامينات بنقدر نقول انه الناس اللي عندهم نقص بعض الفيتامينات عرضة لبعض الأمراض. وكل شوية الحقيقة بنكتشف الكلام ده، يعني مثلا مرض زي التصلب المتعدد، في كلام دلوقتي ان الناس اللي عندهم هو تصلب الشرايين يعني، لا تصلب المتعدد اللي هو الام اس، الام اس، ان الناس اللي عندهم نقص فيتامين د قد يكونوا عرضة اكثر من الاخرين في ان هم يجي لهم تصلب متعدد، يعني احد العوامل اللي بتساعد على حدوث المرض. بس مش معنى كده ان انا ادي مثلا فيتامين د فيعالج المرض. لكن طبعا لو اكتشفنا ان فيتامين د قليل فبالتالي بدي العلاج. طبعا فيتامين ب الحقيقه ده من ضمن الفيتامينات مهمه قوي في تكوين الخلايا العصبيه، وبيحدث طبعا في خلل خاصه في بعض الامراض زي مثلا الناس اللي عندهم سكر وكده، فبيعمل زي التهاب الاعصاب الطرفيه، فبيحتاج ان هو ياخد فيتامين ب كحاجه اضافيه. لكن المشكله ساعات انه الناس بتتصور انه ما انه مهم للالتهاب مثلا الاعصاب الطرفيه يبقى انا اخد فيتامين ب الى ما شاء الله. حقن انت عارف الكونفكس واللي مش عارفه ايه دي، بيقول لك انت دايخه مثلا عندك تنميل خدي حقنه بتوفاكس تعمل وحضرتك بقى الناس متعارف ان دي الحقن اللي بتقوي الاعصاب. ما فيش حاجه اسمها يعني حقن بتقوي الاعصاب، يعني هي اللي بيحصل ان احنا حاليا كمان ابتدى نعمل التحاليل بتاعه الفيتامينات، ده ما كانش يمكن متاح غير من كام سنة، فابتدى بسهولة بنقدر نعمل تحليل فيتامين ب12 وب1 و6. لما ابتدينا نعمل التحاليل دي اكتشفنا انه ده ساعات بيطلع 3 و4 أضعاف الطبيعي من كتر ما الناس بتاخد فيتامينات الى ما شاء الله. فبرضك يعني كثرة الفيتامينات برضك شيء مش صحي يعني. وهنتكلم على كثرة الفيتامينات، بس دكتور اشرف ماذا حدث لعظام المصريين؟ يعني لما تفرج بعد اذن هقطع حضرتك بس قليلا، ما تخش كده تشوفك في الكرنك مثلا، انا اسفه يعني، تلاقي المصريين كانوا طوال وعمالقه والرمسيس ضخم ماشي، حتى لو كان ده اكزاجريتد او يعني عشان ده تمثال، لكن هذه الاجيال كان يعني مش من الفراعنه فنازل، احنا فجاه صرنا وبقى عندنا مشاكل في العظام مستمره، وعندنا مشاكل يعني عندنا مشاكل. ماذا حدث العظام؟ ما هو بصي حضرتك، هو العظام ده ما هوش معدن، ده هو نسيج حي، ونسيج حي فيه بناء وتكوين وبرضه خلايا بتعمل هدم للعظام وخلايا بتعمل بناء للعظام، وان في توازن او توافق ما بين حجم البناء في العظام وحجم الهدم في العظام عشان تحافظ على نسيج عظمي صحي. فاذا هو جزء من صحه العمل للانسان، فاذا كان الصحه العمل للانسان كويسه هتبقى العظام بتاعته كويسه، اذا كانت الصحه العمل للانسان ما هيش كويسه قوي ممكن تبقى العظام تتاثر برضو بنفس العوامل اللي بتاثر على الصحه العامه للجسم، لان هي نسيج، هي مش معدن، لا مش حاجه، مش جماد، نسيج حي حيوي مستمر فيه الحياه ومستمره فيه خلايا بتهدم وخلايا والخلايا اللي بتبني وبتهدم دي ليها دور حيوي جدا في حاجات كتير غير العظام، في تكوين خلايا الدموية، في تكوين، في المحافظة على بعض المعادن في الجسم زي نسبة الكالسيوم في الدم، والحاجات دي كلها بتحصل عن طريق الحياة والحركة اللي موجودة في خلايا العظام بصفة مستمرة. ليه الأجيال بقت بتميل إلى القصر؟ يعني دي ملاحظة لازم نلاحظها، ان ما بقاش الناس الطويلة، ما بقتش يعني انا بلاحظ ان الاجيال في البنات او في الولاد كلها بتتضاءل، وده برضو يعني ما زي ما قلت لحضرتك ان دي جزء من الصحة العامة للانسان،
اذا كانت الصحه العامه للانسان كويسه هيبقى النسيج العظمي بتاعه كويس. لازم الانسان يحافظ على الغذاء المتوازن، على الرياضه بصفه مستمره، على يعني يحافظ على حيويه جسمه عشان تحافظ على حيويه الجهاز الحركي. فهي دي نفس الوضع. فلازم بصفه مستمره نكون محافظين على الحاجات اللي بتساعد على بناء العظام، تبقى بالذات في السن الاصغر عشان لما الواحد يوصل لسن كبير ما يبقاش فيه تضاؤل او الا في النسيج العظمي الموجود في الجسم، وده شيء مهم جدا. ايه اهم الامراض اللي ممكن بتصيب العظام نتيجه نقص الفيتامينات، نقص فيتامين د مثلا؟ ما هو طبعا اخطر اهم حاجه عندنا في العظام هو فيتامين د. هو فيتامين د الحقيقه مسؤول عن امتصاص الكالسيوم من الجهاز الهضمي، وبرضه مسؤول في نفس الوقت على ترسيب او استعمال الكالسيوم في العظام. يعني ازاي العظام تستفيد من الكالسيوم الموجود في الجسم ده كله بينظمه فيتامين د اللي موجود. فاذا فيتامين د ده لما يبقى ناقص في العظام بيبقى التكوين العظمي لين، وعشان كده بيعمل حاجه اسمها لين عظام. احنا عندنا فئات عمريه مختلفه، يعني لو حصل نقص فيتامين د في الاطفال وده شيء شائع جدا بيحصل حاجه اسمها لين العظام، ونلاقي ان لين العظام ده فعلا زي ما حضرتك بتقولي بيؤدي الى قصر في القامه، بيؤدي الى تشوه في لو سبب يعني لو فضل لين العظام ده موجود لفتره طويله والنقص فيتامين د الحاد لفتره طويله يعمل قصر، يعمل تشوه في الاطراف، تقوس في عند الركبتين، يعمل حاجه اسمها بيجون تشيست اللي هو بيبقى شكل الصدر بيبقى شكل مثلث كده، ونمو وتاخر في النمو عموما. التسنين تلاقي الطفل ما بيسننش في الوقت المناسب. وده بيبقى ناتج عن ايه يا دكتور؟ ناتج عن نقص فيتامين د. نقص فيتامين د ده ممكن يبقى المشكله الحقيقه انه لبن الام يعني ما هوش مصدر جيد لفيتامين د، وبالعكس يمكن لبن الام ده اقلهم فيتامين د، الا لو كانت الام هو يعني في الابحاث الاخيره لقى ان عشان الام يبقى عندها فيتامين د يكفي الطفل وما يحصلش فيه نقص في الفيتامين د او لين العظام، يعني لازم بتاخد كميات عاليه جدا من فيتامين د يوميا اثناء الرضاعه، يمكن توصل اكتر من 6000 وحده يوميا. وده يعني ما بيبقاش متاح قوي، ومش بس ده، دي كانت مجرد ابحاث يعني حتى في العالم ما حدش بيعمل كده. فاذا دلوقتي اصبح ريكومنديشنز او التوصيات من كل الجهات الطبيه المختلفه ان الاطفال لازم ياخدوا اللي في الفتره اللي بيعتمدوا فيها على الرضاعه فقط لازم ياخد فيتامين د دروبس اللي هي بتبقى حوالي اظن 400 وحده يوميا طول فتره الرضاعه. الطفل بيبقى فتره اولانيه طبعا معتمد على الرضاعه فقط، فدي ما فيش اي مصادر اخرى، عشان كده لازم ياخد فيتامين د في الفتره دي. فده في الاطفال، ده في دي في المرحله العمريه الاولانيه. ولو حصل ان احنا اكتشفنا الحكايه دي بدري وقدرنا نعالج نقص فيتامين د الموجود في الاطفال دول بالتشوهات دي بتتصلح مع النمو، لو حصل تقوس الرجلين تحصل كده، لكن لو سيبنا الموضوع يعني من غير علاج بيكبر الطفل بالتشوهات دي وبيبقى بتحتاج احيانا لتدخل جراحي. انا هقف بس هنا قليلا واروح لدكتور ابو الغيط وارجع بقى لباقي الفئات العمريه. يعني اذا الناس لازم تاكل ايه؟ يعني ايه اللي يعني عشان يكون صحه الانسان من اول الطفل، الام اللي تاكل طفلها ايه؟ لانه طبعا نتيجه الحياه السريعه، نتيجه تغير نسق حياتنا، والست بتشتغل والحياه بقت ما بقاش الاكل صحي بشكل كبير، او بنعمل سندوتشات لانشن بقى وسندوتشات مش عارفه ايه وكذا، فكل ده بيأثر على نمو الطفل اللي في النهايه بيأثر علينا كلنا. صحيح. احنا اولا بنتكلم على فترة الحمل. فترة الحمل الام لازم تاكل اكل صحي، اللي بتدخن تبطل سجاير، تعيش في جو صحي ما هواش فيه تلوث وكده، ولازم وزنها يزيد بالمعدل الصحي. يعني بعض الستات وقت الحمل يقول لك لا انا مش عايز اتخن، انا مش عارف، انا عامل رجيم، ده مضر جدا، فلازم يتخنوا. حتى لو كانت عايزه تخس فلازم تتخن المفروض اللي هو في الحمل كله في حدود 12 كيلو، ولو كانت باديه الحمل وزنها في عندها نحافه لازم تتخن 20 او 25 كيلو، ولو باديه الحمل عندها زياده وزن احنا بنديها اكل عشان تتخن زياده، لان ده مهم قوي للجنين. لو كانت باديه الحمل مثلا وزنها 120 كيلو بنحاول نلمت الزياده انها تبقى 6 كيلو بالكتير. كل دي حاجات بتجهز الطفل انه يبقى شخص متغذي كويس في المستقبل. يعني هو بيتأول تغذيه ليه بياخدها من بطن امه يعني. بالظبط، فلازم تهتم جدا بتغذيتها هي الشخصيه.
بعد كده يمكن دكتور اشرف اتكلم على الموضوع مع فتره الرضاعه الاكسكلوسيف اللي هي الست شهور الاولانيين بيبقى بنعمل الدروبس دي، وبعد كده اللبن اللي بيخش بقى اللي هو الفورمولا اللي هو اللي بنساعد بيه او كده بيبقى فورتيفايد بفيتامين دي، يعني متعضد بفيتامين دي. نيجي بقى لمصادر فيتامين دي، لانه فيتامين دي دلوقتي وجد ان في بليون شخص مريض بنقص فيتامين دي في العالم. مليار يعني جزء كبير جدا من، وداخل في امراض كتيره جدا. فابتدينا نهتم في بنحصل عليه ازاي عشان ما يبقاش قليل بالشكل ده. له مصدرين للحصول عليه. نمره واحد الشمس، ربنا عامل خلايانا بتاعت الجلد فيها فيتامين دي، بس لازم نقعد في الشمس، بس شمس معينه بطريقه معينه عشان تحمس هذه الخلايا انها تطلع الفيتامين دي اللي فيها. وفي مصادر اخرى لفيتامين دي في الاكل، دي بتبقى بتتأثر لو انا ما باكلش الاكلات دي، او لو الجسم ما بيهضمهاش لسبب، انه مثلا في مشكلة في الهضم، انه في مشكلة في الكبد لانه الاكل بيروح بعد كده للكبد وللكلى. فالاكلات اللي فيها غنى بفيتامين دي هي اكلات الحقيقه معظمها غاليه شوي. الاسماك الدسمه اللي هي زي ما قلنا الفيتامين ده يدوب في الدهون، في المكرل، في السلمون، في التونه. هذه الاسماك مصدر كويس قوي. في كمان بعض انواع المكسرات زي عين الجمل مثلا، وموجود في المشروم كمان. وطبعا في سورس للفيتامين ده ارخص من كده اللي هو ان انا اقعد في الشمس، بس الفكره انه الناس ما تعرفش اقعد امتى وتقعد قد ايه. ويعني حضرتك مثلا هقول لك دراسه ظريفه اتعملت، لقوا ان الستات المحجبات نسبه فيتامين دي عندهم ناقص عن الستات الغير محجبات. ازاي؟ ليه بقى؟ لان ما فيش تعرض كافي للشمس. فهي حتى لو كانت محجبه ففي فتره معينه لازم بوقت معين لازم تفك شويه من جسمها، وليكن 25% من جلدها، ويتعرض للشمس في الفتره اللي بتدي فيتامين دي كويس، اللي هي الساعه من 10 الصبح تقريبا ل 3 العصر. وقت التعرض ده مش كبير، يعني احنا لو مثلا الناس اللي جسمهم بشرتهم بيضه فاتحه بيحتاجوا 5-6 دقائق، ساعات 4 دقائق بس يوميا. طب يعني ايه نطلع نقعد في الشمس كده مثلا ولا نعمل ونعري 25% من جسمنا، يعني الوش مثلا والايدين. ده مهم جدا انه يبقى كمان مش من ورا ازاز، لانه لو ورا ازاز وده كلنا بنعمله، ان كان مثلا التكييف، ان كان عشان التراب او كده تقريبا. يعني انا بفكر احنا في بلد مشمسه جدا وتقريبا ما بنطلعش نقعد في الشمس خالص، يعني احنا من بيت لمكتب ومن مكتب لمحل ومن محل المول، وما تعرفش تمشي في الشارع، وما نعرفش نمشي في الشارع، فهنقعد فين في الشمس؟ هي دي مهمة جدا، ان كل واحد ناس عنده بلكون عنده شباك، في وقت معين في اللانش بريك بتاعه ياخد الوقت ده. لو زي ما قلنا بشرة فاتحة بيحتاج 4 دقائق إلى 6 دقائق يوميا، البشرة الغامقة زي مثلا اهل النوبة مثلا بيحتاجوا 1/3 ساعة، بيحتاجوا وقت اطول. كل ما البشرة اكثر يعني داكنة اكثر بتحتاج تعرض للشمس اكثر. والاكلات الصحية، ان ما كانش بقى ولقينا التحليل دلوقتي بقى موجود، صحيح غالي لكن موجود، بل لو عرفنا شكينا وعملنا التحليل ولقينا قليل بندي السبلمنت بقى. طب ده فيتامين دي، ايه الفيتامينات التانية يا دكتور اللي هي يعني ده فيتامين دي وله مشاكل كتيرة، لكن ايه تاني؟ فيتامين بي، وقلنا فيتامين اي كمان اظن. يعني هرجع بس لفيتامين دي. الحقيقة فيتامين دي كانوا زمان بيتصوروا بس ان هو حاجة مكملة، يعني عشان تكوين الخلايا وعشان برضك ان هو بيخش في كثير من التركيبات في الجسم. اتضح الحقيقة دلوقتي انه بيشتغل زي كأنه هرمون، يعني وبالتالي بيلعب دور رئيسي كمان في المناعة. عشان كده كثير من الامراض المناعية ابتدى فيتامين دي يهتموا بيها، يعني وبقت موضة. يعني مثلا بنتكلم على ان فيتامين دي، طبعا انا مش عاوز اعمم، بس في دراسات بتقول انه ممكن يأثر على الاكتئاب، دراسات تانية بتقول ان هو ممكن الالزهايمر، ممكن دراسات ان هو الكانسر يعتبر نوع من انواع الامراض المناعيه، لانه في النهايه في لحظه معينه بيعمل وقايه. يعني في دراسات بتقول ان بيعمل درجه من الوقايه، وزي ما كنت اتكلمت من شويه على مرض زي التصلب المتعدد. فبقى في لسته طويله من الامراض انه قد يساعد نقص فيتامين دي على حدوثها. طبعا برضك هنا ده شيء بيحمل خطوره شويه، لانه لو انا ابتديت
اي شخص بيشتكي من مرض معين مثلا في الاعصاب واحلله فيتامين دي الاقيه واطي اقول لا ده هو عشان عنده نقص فيتامين دي فده طبعا ده ممكن يلخبطني شويه. لكن ناخد بالنا برضك لما يطلع التحليل واطي الافضل ان احنا نقدر ندي نصلح فيتامين دي لان هو بيلعب دور مهم قوي. بنصلحه بايه؟ بسبلمنتس ولا حقن ولا لا؟ غالبا بسبلمنتس يعني في دلوقتي ادويه يعني جرعات متفاوته بس غالبا بتبقى جرعات عاليه يعني عشان اقدر اصلحه بارقام كويسه غالبا بتحتاج جرعات عاليه يعني ممكن نوصل 200,000 مثلا في الشهر او اكتر يعني. ونسبه التحليل ده بيبقى ايه يعني؟ بيبقى اقل من ايه عنده يعني؟ لو اقل من 20 اعتقد 20 يعني بيعتبر. احنا بنشوف دلوقتي ساعات ارقام 5 و4 ويعني بنشوف ارقام قليله جدا. اقدر اقول انا الحته دي؟ اقل من 10 ده بيبقى نقص فيتامين دي، ده محتاج ياخد جرعات 10 ايه 10 يونت 10 نانو بالمللي جرام بالمليليتر سوري. من 10 ل 20 ده بيبقى نقص في الفيتامين ولكن مش نقص جامد. من 20 ل 30 دي نسبه صحيه كويسه، اللي فوق 30 هو الاوبتيمال. فاحنا لو عملنا التحليل ولقينا اننا تحت العشرة لا ده محتاج جرعة عالية، من 10 ل 20 لازم ادي، من 20 ل 30 ممكن ما اديش، فوق 30 طبعا ده شخص عنده صحة كويسة. هو يخرج فاصل، بعد الفاصل هرجع دكتور اشرف اساله على الفئات العمرية التانية. احنا اتكلمنا عن الاطفال لما بيحصل لهم نقص فيتامين دي ايه بيحصل، ليه عظام بيحصل تشوهات، لكن ممكن احنا نلحقها في وقت الرضاعة. نشوف بقى بعد كده الفئات العمرية التانية وازاي انه يعني بنوصل كمان في النساء لهشاشة العظام، وده برضو اللي بيبقى في عمر معين بعد انقطاع الحيض وكده. فاصل ونرجع نواصل نقص الفيتامينات لدى المصريين. اهلا بكم من جديد. ونقص الفيتامينات، واحنا بنتكلم على الفيتامينات وجدنا ان اهم فيتامينين يعني نقصهم بيسبب مشاكل هو فيتامين دي وفيتامين بي. لكن فيتامين دي هو ربما اللي هو فيتامين د اللي هو اشعه الشمس، اللي هو السمك، اللي هو في حاجات كتيره جدا ده نقصه بيؤدي لمشاكل كتيره. دكتور اشرف، احنا ابتدينا بالاطفال بالرضاعه والاطفال المولودين، وايه بقى المرحله العمريه الثانيه؟ طبعا زي ما قلت عليك للاطفال دي مرحله مهمه جدا، بس هنضيف حاجه صغيره قوي للاطفال انه مش الموضوع كله نيوتريشن، مش الموضوع كله تغذيه. في بعض الامراض بتصيب الاطفال بتخليهم يحصل عندهم مرض لين العظام لان هم ما بيقدروش يستفيدوا من الفيتامين د والكالسيوم اللي في الجسم، اغلبها طبعا امراض كلى وامراض في الجهاز الهضمي وكده. عشان كده مش الموضوع مش كله تغذيه، وممكن قوي نلاقي طفل في بيئه صحيه سليمه وكل حاجه ولكن برضه لا زال عنده لين العظام. فطبعا ده دور زمايلنا اساتذه الاطفال، لازم المريض يتشخص كويس، يعني مش شرط ان يكون بس ان ياخد فيتامين دي سبلمنتس عشان يتحسن. ده بالنسبه للاطفال. الفئه العمريه الثانيه بقى الاطفال طبعا لازم يتعرضوا للشمس، ولازم طبعا يتعرضوا، ما هو ده المصدر الوحيد للتعرض للشمس او ان تكون الاغذيه بتاعه الاطفال فورتيفايد او مقوبة بفيتامين د. الفئه الثانيه بقى خالص الاكستريمز هي فئه الكبار السن تقريبا فوق سن ال 65 سنه، برضو دول اغلبهم بيبقوا التعرض للشمس فيهم قليل قوي، وحتى لو تعرض للشمس المفروض يعني ان قدره الجسم على تكوين فيتامين د من التعرض للشمس بتقل مع العمر. يعني طبعا احسن فئه ممكن تعمل فيتامين د من الشمس هم الاطفال والسن يمكن التين ايجرز شويه، لكن كل ما الواحد يتقدم في العمر كل ما قدره الجسم على انه يكون فيتامين د. يعني لما نقعد في الشمس كده في الصيف يعني على البحر يعني حضرتك لسه شباب طبعا ممكن طبعا شباب قوي قوي انا خلاص في الفئه العمريه المتاخره لكن يعني غالبا بتقل فعلا قدره الجسم على تكوين فيتامين د. فاذا برضه من ضمن التوصيات انه في كبار السن لازم ياخد فيتامين دي سبلمنتس برضه، وليها يعني وحدات معينه يوميا. الاول بدانا ب 600 وحده يوميا ودلوقتي يمكن بقت الريكومنديشنز او التوصيه انه ياخد عدد وحدات اكتر. ده فوق سن كام؟ فوق سن ال 60 و 65. ليه بقى؟ لانه اللي بيحصل حاجه ثانيه خالص بقى، يعني طبعا بالاضافه الى لين العظام وترقق العظام والهشاشه وكده، بيحصل حاجه مهمه جدا، مرض يمكن ابتدى يعني يتعرف قريب وابتدى الناس تعترف بيه، يعني الاوساط الطبيه المختلفه تعترف بيه، حاجه اسمها ساركوبينيا اللي هو مرض ضعف في عضلات العظام. في عضلات السوريا في عضلات الجهاز الحركي يعني. فتلاقي يعني وشائع جدا كلنا عارفين انه الناس الكبار في السن مثلا يجي تقوم من على الكرسي يقوم بالعافيه،
يجي يطلع السلم يطلع يحس دايما باجهاد، يحس دايما انه انه عمل كانه مشي مثلا فتره طويله جدا من غير ما يعمل المجهود المقابل لهذا الاحساس. فدي طبعا حاجه من الحاجات اللي هي معترف بيها جدا دلوقتي، وغالبا سببها نقص فيتامين دي. وعشان كده لازم الوقايه من فيتامين دي في السن ده مهمه جدا، مش بس عشان العظام وعشان لين العظام، ولكن عشان حكايه العضلات دي. ومرض الساركوبينيا ده اصبح معترف به دلوقتي في جميع الاوساط العلميه، ومش يعني ما نقدرش نقول عليه مرض قد ما هو عرض بيحصل في كبار السن وما بيتعالجش الا بفيتامين دي مع النساء بقى الستات بعد ما دي بقى المرحله العمريه. ما هي النساء برضو في لو احنا بنتكلم برضو على النساء كبار السن، ما هم برضو ما فيتامين دي من في المينوبوز يعني في المينوبوز ده موضوع حاجه تانية، حاجه اسمها هشاشه العظام. هشاشه العظام ما هياش يعني هي مختلفة شوية عن لين العظام. لو عايزة اقول لحد يعني حضرتك عايزة تعرفي، لا يعني ده بيبقى نقص فيتامين دي ده بيبقى لا ده بتبقى عوامل تانية مختلفة. انا كنت زي ما قلت لحضرتك احنا في الاول كنا بنتكلم على ان العظام ده نسيج حي في معدل بناء ومعدل هدم مستمرين ومتوازيين مع بعض طول العمر. كل ما الواحد يتقدم في السن طبيعي ان معدل البناء بيقل عن معدل الهدم. ده بتكلم على المينراليزيشن، على ترسيب الكالسيوم والمعادن المختلفة في العظام. ده غير فيتامين، ده حاجة تانية خالص. فده مع الوقت بقى ده بيعمل مع كل ما معدل الهدم يزيد عن معدل البناء بتحصل هشاشة العظام. وطبعا في السيدات اكتر حاجة بتساعد على ان المعادلة دي تبقى متوازنة هو وجود الهرمون الهرمونات الانثوية. هو الهرمونات خلاص بتخلص، الهرمونات اول ما بتخلص السيدات بتنزل في فترة يعني بيحصل فيعملوا ايه بقى. طبعا اول حاجة اهم حاجة في حكاية الوقاية من الهشاشة مش فيتامين دي حاجة تانية، انه لازم يكون السيدات عندهم زي ما بنقول مخزون، يكون عندهم نسيج عظمي قوي. وده بيتكون زي ما قال الدكتور محمد بيه من اول الولاده لغايه الطفوله لغايه مرحله الشباب، التغذيه المناسبه، الرياضه المناسبه، بحيث انه يبقى دايما في مخزون عظمي قوي اللي هو زي ما يكون عندك رصيد في البنك، لان هو هيقل مع الوقت. لو الواحد الرصيد بتاعه كويس يبقى لما هيقل بدرجه بسيطه. دكتور محمد، يعني الشباب بياخدوا ساعات فيتامينات اللي هي اللي بتتشرب دي، رايح الجيم وعايز يعمل عضلات وبياخد بقى حاجات، وممكن ياخد حقن، وممكن ياخد ايه بقى خطورة الامور دي؟ منتهى الخطورة. يعني مش خطورة عادية، منتهى الخطورة. احنا اولا عايزين نقول ان هم لو رايحين الجيم ده شيء كويس جدا. لو رايحين الجيم وبياكلوا اكل صحي يا سلام. حاجة متجمعة. يروح الجيم ويرجع لي بعلبة كده يعني. رجع لي ابني مرة بعلبة، قلت له ايه ده؟ قال لك ده مش عارفة فيتامين ايه في بتاع ايه. وقال له عليه الترينر. ايوه. وتعالي بقى حضرتك قولي له او انا اقول له. خلاص الترينر ده هو اللي والناس دول الحقيقه يمكن بيبقوا دارسين بس بيوصفوا حاجات مش صح، لانهم محتاجين يمكن مزيد من الدراسه او يعني مين اديله ايه. عايز اقول انه كل الحاجات اللي بياخدوها موجوده في الاكل الصحي. لما بيجي شخص احنا عندنا في التغذيه الاكلينيكيه حاجه اسمها تغذيه الرياضه، تغذيه الرياضيين. فدي كافيه جدا، بيدوا له الواي بروتين والمش عارف الكروماكس والحاجات اللي زي دي، هي بتساعد على البنى العضلات. يعني دايما يقول لك ايه ما هي بتساعد اهو، ما هو فلان خد ايوه احنا مالناش مش بتساعد، بس هل هي امان؟ عايز اقول لحضرتك انه اكتر من 50% منها مش امان. وبعدين قال لك الله، طب ده الحاجات بتتباع في امريكا، يعني هم الامريكان سايبين الشعب بتاعهم ياخد حاجات مش امان. عايز اقول لحضرتك انه امريكا كاتبه على هذه المنتجات انها مسؤوله عنها داخل امريكا. بره امريكا هي مش مسؤوله عنها، لان بعضها معمول في اماكن تانية ومتقلد وكده. حتى الحاجات هي معظمها غير صحي، حتى الحاجات الصحيه لقوا فيها بالتحليل رواسب او امبيوريتيز، حاجات شوائب باكثر من النص. اذا هنا حتى الحاجه اللي بتتاخد في امريكا وامان والدراسات بتقول عليها امان، هي هنا جزء كبير منها مش امان. فده برضه تحذير للشباب الكتير منهم، يعني احنا بنشوف كتير الشباب من ولادنا بيروحوا الجيم ويرجع برضه بالعلبه بتاعت الباودر دي اللي فيها حاجات غريبه كده، ويقول لك ده مالتي فيتامينز مش عارفه عامل ازاي، ده بتاع الترينر قال لي عليه، ده بيبقى بالنسبه بروتينات. بروتينات يعني لو كان جبنه
هتديله اللحمه لو كان لحمه لو كان بيض خلاص. ودي حاجات فيها حاجات خطوره جامده جدا على الاورام السرطانيه وعلى الكلى. المناعه بقى يا دكتور، هنا قصه المناعه ونقص الفيتامينات في علاقه بينهم؟ يعني يمكن بالذات فيتامين دي. في كلام كتير على فيتامين دي انه بيلعب دور رئيسي. دي ولا بي؟ لا دي. دي بالتحديد يعني. يمكن دي دراسات حديثه كمان، انه زمان كنا بنتصور ان فيتامين دي بس دوره الرئيسي في ان هو بيلعب دور في الكالسيوم وترسيب الكالسيوم وان هو الميتابوليزم عموما بتاع الكالسيوم. لا، لقوا دلوقتي حتى في مستقبلات الفيتامين دي على الخلايا العصبيه مثلا، وانها بتلعب دور رئيسي في الخلايا تنظيم الخلايا المناعيه بانواعها سواء اللي بنسميها البي او التي. وده الخلل فيه بيساعد على حدوث كثير من الامراض اللي فيها خلل المناعه في الجهاز العصبي، على راسها طبعا مثلا حاجه زي الكلام دلوقتي على التصلب المتعدد، في كلام حتى على الامراض زي الالزهايمر، في كلام على الاكتئاب. يعني كل دي دراسات، ما اقدرش اقول ان ده كلام قطعي 100%، لكن وجدوا علاقه ما بين كثير من الامراض اللي هي ممكن يبقى فيها خلل في الجهاز العصبي وفيتامين دي. برضك انا مش عاوز اقلق الناس بمعنى انه اي حد عنده مرض ده ولقيت فيتامين دي واطي يبقى هو ده السبب. يعني قد تكون صدفه ان فيتامين دي واطي، لكن لو طلع فيتامين دي واطي الافضل ان انا اصلحه، لان في ساعات يعني مفهوم خاطئ في بعض الاحيان ان فيتامين دي لما اصلحه المرض هيتصلح او هيبقى علاج. امتى اعمل التحليل؟ امتى يا دكتور اعمل التحليل؟ مين اللي يعمل التحليل؟ مين يعمل تحليل فيتامين د؟ ده سؤال مهم جدا الحقيقه. زي ما قلت لحضرتك، عند حسب الفئات العمريه المختلفه دي، فوق سن ال 65 ريكومندد او احسن نعمل تحليل فيتامين د عشان نقي نفسنا من المشكله اللي هي نقص فيتامين د فوق السن. في السن بقى المتوسط، ودي الفئه العمريه الثالثه اللي كنت عايز اكلم حضرتك عنها، هي سن الانسان يعني الشباب العادي والسن المتوسط ما بين سن ال 40 45 50 لفتره في الرجال والسيدات. وطبعا ده الشباب العادي، يعني مو ده الشباب العادي. سعدتني يا دكتور والله العظيم. وطبعا في السيدات خلاص عجزنا الاعراض دي، انه في السن ده بيبقى عندنا فيه برضو مظاهر مختلفه لنقص فيتامين د. المظهر الاكستريم قوي انه يجي فعلا الواحد عنده نقص حد، او السيده بالذات عندها نقص حد جدا في فيتامين د، وبتعمل مرض تقريبا شبيه بمرض لين العظام في الاطفال، وبيحصل تشوهات في العظام، بيحصل حاجه اسمها من ضمن الحاجات الشائعه جدا حاجه اسمها كسر اجهادي. كسر الاجهادي ده انه يعني الكسر الاجهادي ده لو بيجي في انسان عادي، معناه مثلا يعني زي لو في انسان عادي، لو انسان عادي مثلا مش متعود يعمل مجهود معين، مش متعود يجري كتير قوي، وبعدين مره واحده قرر مثلا شاب ويافع صحته كويسه وكل حاجه انه يخش ماراثون مثلا وهو مش متدرب، وجري مثلا 20 30 كيلو، ممكن قوي يجيله كسر اجهادي. وده حاجه مش معناها نقص فيتامين د، ده في انسان صحته كويسه وكل حاجه، ده ممكن يحصل كسر اجهادي من مجهود زياده عن المجهود المتعود هو يعمله. ده بيبقى كسر مش العظمه، مش زي الكسور العظمه اتكسرت كده يعني، ده بيبقى زي شرخ في العظمه كده مؤلم جدا، وغالبا ما بيصيب عظام القدم، العظام المشطيه في القدم. في نقص فيتامين د في الـ في الـ في الـ في الفئه العمريه المتوسطه دي، ممكن لو نقص حد قوي يحصل كسور اجهاديه بدون المجهود الجامد قوي ده في الحياه اليوميه العاديه، ودي ممكن بتعمل برضو تشوه في العظام. نبص نلاقي ايه، انه يبدا المريضه تشتكي بالام في مفصلين الحوض بالذات، ولما نعمل اشعه نلاقي في اعراض في الاشعه توحي بان ده عندها نقص فيتامين د، حاجه اسمها اللوسر زونز اللي هي خطوط كده، معناها ان كان في شروخ متعدده ما اتكسرتش بس العظمه ضعيفه. فلما العظمه ضعيفه دي مع الوقت بتلين، بتبقى بتاخد شكل مختلف، بتحصل فيها تشوهات، ودي لو اتلحقت واتعالجت بالفيتامين د شفاء تام. فحضرتك بتريكومند فاذا مين اللي يعمل التحليل؟ فاحنا بقول لحضرتك عندنا يا اما الفئه دي اللي هي فعلا عندها عوارض او اعراض فعلا دي تقول ديفينتلي ان عندها فيتامين د، يا اما في فئه ثانيه برضو في السن الصغير او في سن الشباب ده، تبص تلاقي حضرتك ان الاعراض فيج، اعراض ما هياش واضحه قوي، الام في الجسم، خمول، حاجات يعني ما هياش واضحه قوي، ما تقدرش تحط ايدك ان ده فعلا ده عنده نقص فيتامين د. الحقيقه وابتدى يبقى ريكومندد ان احنا نعمل للناس دي تحليل فيتامين د، ووجد ان نسبه كبيره منهم عندهم نقص فيتامين د. وزي ما قال الدكتور هاني بيه، هل لما نعالج فيتامين د الاعراض دي هتروح ولا لا؟ ما احنا بنحايد، ما احنا بنعمل زي ما قلت لحضرتك، اللي فعلا الاكستريمز اللي عندهم طيب فعلا طيب نقص طيب فيتامين د لما بياخدوا
بيخفوا تماما. طب لكن الفئه الثانيه دي يعني طب انا عندي مجموعه من الاتصالات الهاتفيه، كان عندنا مشكله تقنيه معلش فتاخرنا، فخلينا ناخد بعض الاتصالات. مصطفى اتفضل. مساء النور. مساء الخير، اهلا بيك، اتفضل. كان عندي بس استفسار للدكاتره، انا عندي بنوت عندها 7 شهور فتاخد طبعا فيتامين د، هل لي ميعاد معين يتاخد فيه ولا لا؟ وهل لي علاقه بان هو يتاخد معايا فيتامين كالسيوم ولا لا برضه؟ عندها 7 شهور. طيب عندها 7 شهور. طيب. على بدل الشمس في مواعيد معينه الشتاء والصيف ولا ما بتفرقش؟ طيب. اوكي هناخد الاسئله كلها وهرد بعد نرد بعد الفاصل. فطيب شكرا يا مصطفى. مين معانا؟ مين؟ حمزه اتفضل يا استاذ حمزه. هو انا عندي استفسار بس للاطباء بخصوص رحشه في الجسم، انا عندي 34 سنه في دايما رحشه في الاطراف، وايضا بيطلع لي في ايدي في الصيف بالذات يعني بعض الجلد اللي بيتقشر، هل ده نقص فيتامين ولا حاجه ثانيه؟ اوكي جراشه والجلد اللي بيقشر. اسلام اتفضل. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اهلا بيك. اهلا بحضرتك وبضيوفك. كنت بسال الدكاتره يعني انا لو هدي لابني 8 سنين ونص فيتامين، هل لو هو جسمه مش محتاج للفيتامين ده هيضره؟ ده اولا. ثانيا في دايما بيقولوا لنا لما يكون واحد عنده برد لو هو بياخد فيتامين كورس فيتامين معين وهو عنده برد ده بيزود البرد، الكلام ده صح ولا غلط؟ احنا عايزين نفهم دي كويس. اوكي حاضر، هنخرج فاصل وبعد الفاصل الدكاترة هيجاوبوا عن هذه الاسئلة ويمكن يكون معنا تليفونات اخرى باذن الله. اهلا بكم من جديد، معايا اتصالات هاتفيه كثيره لكن هنجاوب على الاسئله اللي كانت قبل الفاصل. مصطفى كان عنده سؤال عن ابنه اللي عنده 7 اشهر يعمل يعني ايه اللي يخلي له. هو ما زي ما قلت لحضرتك ان احنا في اول في الريكومنديشنز او توصيات دلوقتي ان في الفتره الاولانيه في الاطفال اللي هم بيعتمدوا فيها على لبن الام لازم ياخد فيتامين دي دروبس يوميا، والقرعه المقترحه 400 وحده دوليه في اليوم، وده متوفر نقط ومتوفر طبعا ومتوفر في ورخيص مش غالي. لا رخيص مش غالي موجود. ولغايه سن 6 شهور اللي هو بيبقى فيه الفتره دي المفروض دلوقتي ان هي كلها بتبقى لبن الام فقط، بعد كده المفروض ان كل الاطعمه اللي بتتاخد للاطفال بتبقى فورتيفاي بتبقى مدعمه بفيتامين د. لو هو كان بيسال كمان اظن لو امتد ان هو ياخد فيتامين د هيحصل حاجه ولا لا؟ مش هيحصل، يعني ما فيش حاجه اسمها تسمم من فيتامين د. تسمم فيتامين د ده عشان يحصل عايزه جرعات عاليه جدا جدا، ما حدش بياخدها بالجرعات العاليه دي ابدا الا لو حصلت عن طريق الخطا يعني، لكن حتى لو فضل ان هو ياخد فيتامين د لفتره طويله مش هيحصل مشكله ابدا. وكان بيسال برضه اظن على تعرض الشمس. تعرض الشمس في الاطفال مهم جدا. هو طبعا وجد ان هو ما هيش حاجه عمليه قوي ان احنا عشان الاطفال يبقى عندهم فيتامين د نقعد نقعدهم في الشمس كل يوم، يا ريت، لكن هو ده مش عملي ابدا، مش بس في مصر، في العالم كله يعني، وفي بلاد ما فيهاش خالص الشمس متاحه بالطريقه اللي زي عندنا يعني. وصحتهم احسن من ليه؟ لانهم مدعمين الغذاء كله. فاذا يعني طبعا تعرض للشمس كويس ومفيد وصحي، ولكن هو عشان هو ما هوش عملي قوي بناخد الفيتامين ده بالنسبه للدروبس دي وما فيش منها اي تسمم زياده. الدكتور اشرف، الرعشه، حد عنده رعشه في الاطراف والجلد بيقشر، هل ده نقص فيتامين د؟ الحقيقه حكايه ان مثلا حد عنده عرض خاص بالاعصاب زي الرعشه ونقول ان هو ده نقص فيتامين ده صعب قوي يعني طبعا. وهنا ساعات بتيجي الخطوره ان ممكن نعمل التحليل فنلاقي فيتامين د واطي، في حين ان الرعشه دي يكون سببها مرض تاني خالص ملوش علاقه بالفيتامين. بنعرف ازاي نعمل بقى تحييد لان احنا عارفين ان ده مش هو السبب يعني، حتى لو واطي قوي ممكن صحيح اديله علاج بس لازم ادور على سبب الرعشه. هو اشتكى يمكن كمان من في تقشير في الجلد او كده، طبعا دي لازم بقى حد جلديه يبص عليه يشوف. طبعا بعض الفيتامينات نقص بعض الفيتامينات زي بي وكده اكيد ممكن يعمل برضك بعض الاعراض دي. الناس بتستسهل حقنه فيتامين بي دي. ما هو ده للاسف يعني انا بعتبرها شماعه انه يعني مش قادر اوصل تشخيص محدد او عندي عرض وما بيروح اقول لك دايخه فياخد عندي اجهاد الحقنه اللي بتقوي الاعصاب. طيب دكتور محمد يعني اسلام عنده ابن عنده 8 سنين ونص، ايه الفيتامينات اللي لازم ياخدها؟ لازم ياخد كل الفيتامينات
موجودة المفروض في الأكل اللي هو بيأكله، بس يبقى بيأكل أكل صحي، مش لازم ياخد دواء كفيتامين أو الفيتامين كدواء، إنما هو لازم يأكل أكل صحي، لازم يتحرك كتير، لازم يلعب رياضة، لازم يقعد في الشمس شوية. يعني قصدي مش يأكل محتاج، لازم يأكل فاكهة، لازم يأكل لحمة، لازم يأكل سمك، لازم فراخ. كل طفل يأكل على الأقل من 5 إلى 7 وحدات من الفاكهة والخضروات فريش يوميا. يوميا. متهيألي حضرتك السن ده هو السن المناسب للحكايه الشمس، مش في الاطفال الربع يعني بيخرجوا بيلعبوا بيلعبوا رياضه وبيعملوا، هو ده السن المناسب اكتر فعلا. قصه ان الفيتامينات لما واحد يبقى عنده برد ما تاخدش فيتامينات، لان لا ياخد، مفيش مشكله خالص، على طول عندك برد خد فيتامين سي. ده وكمان فيتامين دي، ده لقوا ان هو بيقي من انفلونزا اكتر من فاكسين انفلونزا. فلا طبعا فيتامينات بتساعد في الحكايه. دينا اتفضلي يا دينا. الخير، اهلا بيكي. ازيك يا مدام لميسه، انا مبسوطه قوي ان انا مع حضرتك. اهلا بيكي يا حبيبتي، اتفضلي. انا عاوزه اسال بس سؤال، انا كنت بعمل دايت وبعدين الدكتور طلب مني ان انا اعمل تحاليل فيتامين د، لقيته ان هو ناقص عندي وصل لنسبه 16. 16 تمام، بس هي الفكره ان انا بعد كده حملت. وانا دلوقتي في الشهر الرابع، وكان ساعتها كتب لي فيتامين د بتركيز 5000. فانا ما اعرفش المفروض ان انا اكمل استمر عليه ولا لا، لان انا وقفته طبعا من ساعه ما حملت، لان انا اتكتب لي ادويه معينه، فمش عارفه اخده من دماغي ولا اعمل ايه. طيب دكتور ابو الغيط هيرد عليك. مش هيضر انها تاخده في الحمل في الوقت ده، ما دام الفيتامين ناقص، بس طبعا لازم يعني تبع تعليمات دكتورها، لانه عارف بقيه الجسم شكله ايه. انما طبعا لازم تاكل اكل صحي، ده هيصلح الفيتامين. هند اتفضلي. ايوه مساء الخير مدام نور والحاضرين. بس انا ابني عنده 3 سنين ونص، الدكتور بتاعه قال لي على موضوع فيتامين دي انه ريكومندد من بره ان احنا دلوقتي الكبار والصغيرين ياخدوا فيتامين دي مدى الحياه، اللي هو الدروبس بتاعت الاطفال دي، ناخد 5 أو 6 نقط يوميا مدى الحياه من السن الصغير لحد الكبير مدى الحياه. فده ايه رايكم فيه؟ دكتور اشرف. يعني ما في، انا ما شفتش ريكومنديشنز دي تتاخد مدى الحياه. انا زي ما قلت لحضرتك في فئات مختلفه، فئات عمريه، في هاي ريسك، يعني في ناس عندهم اكثر خطوره انهم عرضه يبقى عندهم فيتامين د، زي ما قلت لحضرتك الناس اللي هم عندهم اعراض لين العظام في الاطفال او في الفئه العمريه المتوسطه او كبار السن او السيدات الحوامل او المرضعات، دول كلهم بيتعمل لهم تحليل فيتامين د وبياخدوا حسب الحاجه. ما احنا ما سمعناه يعني حكايه ان احنا ناخده مدى الحياه دي، دي ريكومنديشنز ما شوف ما سمعناش. كريم. كريم مساء الخير. مساء النور، اتفضل. سلاميه، بحيي حضرتك على الفقره وبحيي الدكاتره طبعا. ميرسي، اتفضل يا كريم. السؤال كان عن المالتي فيتامينز، دايما بننصح بيها في الجيم، بننصح بيها الشباب لازم ناخد مالتي فيتامينز، تبقى موجوده في الصيدليات او موجوده في شركات السبلمنت. ايوه لسه سائله عليها والله. فهل المالتي فيتامينز بس كحبوب حتى، غير البي 12 كحقن، المالتي فيتامين عامة، هل دي لازم يكون اشراف طبيب ولا عادي ان انا ممكن اخدها بدون بدون ما اكون في اشراف طبيب؟ كان الدكتور ابو الغيط قال انه يفضل لا، بس اتفضل يا دكتور. احنا طبعا بيتكلم دلوقتي على المالتي فيتامين، مش على حاجات السبلمنتس، مش على السبلمنتس البروتين. بيتكلم المالتي فيتامين اللي هو A وB وC وD، ده مش هيضر لو خد بالجرعات الموجوده، بس طبعا احنا المفروض ناخد مثلا قرص واحد، لو خد 4 هينضر. انما لو كان الاكل صحي يبقى مفيش داعي ندي المالتي فيتامين. الاكل يا جماعه اهم من الفيتامين، الاكل فيه كل الفيتامينات. بس صح. مثلا حد يقول لك طب انا مثلا عشان اكل حاجه لازم اكل كميات كبيره جدا منها. لا خالص خالص، هذه المواد احنا محتاجين منها تريسز، يعني كميات صغيره قوي. فانا لو كلت موز، لو كلت كيوي، لو كلت الاوراق الخضراء مليانه فيتامينات زي الخس والجرجير والحاجات دي، ومش لازم بكميات كبيره، لا بس كميات كافيه للصحه اصلا. لولو. مساء الخير. مساء النور. انا عندي 78 سنه، يا غيره مفصل من 10 سنين، بس عندي صباع رجلي جنب الصباع الكبير، والصباع اللي جنب الكبير ابتنى، فضل يتلوي لغايه ما تعبني ووجعني قوي، من تحتيه الميه طبعا تلبس شويه تعباني، ورحت الدكاتره وخدت جلسات وكله مش نافع، وجعني خالص. هل ده نقص فيتامين د ولا ايه يعني؟ مش عارف. ده طبعا ده مش نقص فيتامين د، اللي احنا بنقوله ده تشوه بيحصل في الاطراف مع تقدم الشباب، يعني مع تقدم السن شويه، بتحصل زي خشونه في المفصل بتاعه الصباع، فبيحصل فيها تشوه كده بيتني لفوق،
وبيبقى العظمه اللي تحتيه بارزه شويه. الحقيقه الموضوع ده ملوش علاج دوائي خالص، ملوش اي علاقه بفيتامين د، هو لو مضايق المريض او بيتعمل له تدخل جراحي بيتفرد الصباع ويتثبت في الوضع ده لو كانت الحاله الصحيه تسمح. لو طبعا الحاله الصحيه لا تسمح والسن يعني لا يسمح بان احنا نعمل عمليه لسبب زي ده، يبقى بنقدر بس ان احنا نتعايش معاه بان احنا نلبس جزم مريحه، نلبس يعني ما نعملش عليه اي حاجه تحتك بيه اثناء الحركه والمشي عشان ما يوجعش. وساعات بيبقى في حاجات كده يعني زي سيليكون بتتحط ما بين الصوابع عشان تمنع احتكاك الصوابع، حاجات كلها تقدري حضرتك تتعايشي بيها بالتشوه اللي حصل ده. الحقيقه ده ملوش علاج، يا اما نتعايش بيه يا اما نتدخل فيه جراحيا. وهو المفروض دايما في الحاجات اللي زي كده الحقيقه لما تحصل بننصح دايما المرضى انهم ما يستنوش لما حاجه زي كده تحصل، هي اللي بتبدا الحاجات دي تحصل مثلا في سن 50 55 60، طبعا بتبقى اكتر. فلما يكون حد عنده عرضه ان يحصل له تشوه زي ده نتيجه يستحسن يتعمل في السن المناسب ده، ما يستناش لغايه عشان ما يتضايقش. قبل ما ياخد اخر تليفون، لو حد فيجيتيريان دلوقتي احنا عندنا موضات الفيجيتيريان والتانية اسمها ايه؟ الفيجن. الفيجن والفيجيتيريان وما تاكلش مش عارفه ايه وتاكل ايه وحاجات كده، حد فيجيتيريان هنعمل ايه في الفيتامينات معاه؟ هيبقى معرض لنقص فيتامينات اكتر من غيره. بقى عنده كذا فيتامين هيبقوا ناقصين، وايه ممكن يبقى ناقص ودي هيبقى ناقص لانه ما بياكلوش اللحوم. والفيجن نفس الفكر، هيبقى عنده الفيجن ده اللي هو بيقوم على انه بياكل ايه الحاجات الحيه، بياكل الحاجات الحيه وما ياكلش الخضروات. الخضروات. طيب امل اتفضلي. ايوه مساء الخير مدام نميس. اهلا بيك. تحياتي لحضرتك ولكل الساده الحاضرين. كان ليا سؤال لو سمحتي. ابني سنه 16 سنه وعنده رعشه خفيفه في صوابع ايديه، ده له علاقه بنقص فيتامين دي؟ دكتور اشرف. برضك الرعشه ملهاش علاقه، لكن الرعشه دي في السن ده ممكن تبقى لها اسباب كثيره. ممكن اولا نقيس نشوف الغده الدرقيه، ساعات الغده الدرقيه بتبقى هي سبب الرعشه. 16 سنه؟ ممكن يبقى في نشاط زايد في الغده الدرقيه يبقى ده هو سبب الرعشه. في ساعات بيحصل حاجه اسمها رعشه اوليه، يعني بعض الناس بيبقى عندهم رعشه بسيطه قوي، طبعا ممكن تزيد مع تقدم السن، وده بيبقى فيها يمكن عامل وراثي، ودي بتبقى بتزيد طبعا مع التوتر والقلق وكده. يعني ممكن مع ادويه بسيطه قوي للتوتر والقلق ممكن الرعشه دي تتحسن بدرجه كبيره، لكن كحدوث رعشه بسبب نقص فيتامينات لا، ده ما اعتقدش ان في اي علاقه بيه. طيب انا وقتي خلص، هناخد كلمات اخيره يا دكاتره وبعتذر لكل الاتصالات، انا عارفه ان احنا تاخرنا فيها لكن كان عندنا مشكله تقنيه. دكتور هاني. فيتامين د من الفيتامينات المهمه جدا اللي بتساعد على جهاز حركي سليم. لازم نهتم بيه من الطفولة في السن الكبير، وما ننساش السن المتوسط. في حالات لازم ندور احنا على ايه الحالات اللي ممكن تكون يعني عندها اعراض يعني تدل على انها نقص فيتامين د، ده اللي بيتعالجه. والحالات التانية اللي هي فيها يعني اعراض شويه ما هياش يعني ثابته 100% ان عندها فيتامين د ناقص، برضو لو عملنا لهم سكريننج او عملنا لهم فحص الجماعه دول ممكن بنقدر نختار منهم فعلا الشباب اللي عاوز علاج علشان ما يتفاقمش معاه الحال. دكتور اشرف. الفيتامين د وفيتامين ب الحقيقه من الفيتامينات المهمه قوي، بتلعب دور رئيسي في الجهاز العصبي. لكن انا بس بنبه انه مش معنى كده انه اي حد عنده نقص فيتامين سواء د او اي شكوى من ناحيه الاعصاب يبقى ده بسبب نقص فيتامين ب، لانه احنا بنلاحظ ان في سوء استعمال ساعات للفيتامينات بكثافه شديده جدا، وبتبقى زي ما بقول كده شماعه ان اي عرض سببه نقص الفيتامين. رغم اهميه الفيتامينات ده الفيتامينات دي، بس ناخد بالنا انه تتحط في المكان الصحيح وندي السبلمنتس او الفيتامينات دي لما فعلا الشخص يكون محتاجها. انا بعتذر انا لخبطت الاسامي بس بعتذر. دكتور محمد. العوده للحياه الصحيحه، النمط القديم بتاع العيشه الصحيحه، الحركه الصحيحه، شرب الميه، اكل الفاكهه، اكل الخضروات، عدم تناول الاكلات الجديده الحديثه السريعه الدسمه، الاحتفاظ بوزن كويس مع الحركه مش اقل من نص ساعه، مش اقل من 5 ايام في الاسبوع، ما
المشي مثلا نتجنب كتير قوي من الامراض. ده تقريبا كده ما تعيش في مصر. ده تقريبا كده ما تعيش في مصر. كل كويس وتعالى اقعد في الشمس وروق دماغك بقى وكدا. وروق دماغك وبلاش ستريس. انا بزق قوي من الدكاتره لما يقولوا لي ايه يا مدام ليه ستريس، ليه عندك ستريس، بلاش ستريس. خلص بقى الحلقه دي واقعد انا مع الدكاتره بقى اشوف لهم قصتي ومشاكلي. بشكركم اعزائي المشاهدين، بشكر الدكاتره اللي شرفوني وكل المشاهدين، واشوفكم بكره باذن الله. وهذه لميس الحديد، تحييكم، صباح الخير.